مساكم الله بخير جميعا اخواني واخواتي، ان شاء الله تكونون بخير وبصحه وبسلامه اخواني باليوتيوب. الله يتقبل صيامكم وقيامكم، والله يتقبل طاعتكم جميعا. يوم جديد وليله جديده من ليالي رمضان، الله يجعله خير وبركه على جميعا ويكشف عنا بلاء الفيروس كورونا. اتمنى الكل بصحه وبسلامه. خلينا ندخل اخواننا باليوتيوب بالانستغرام. Hi brothers and sisters of the Leaf, this is Ali Lami from home. We are live on Instagram and we are live on YouTube. This is another night from Ramadan night. We are enjoying smoking cigar. The situation, we still under the pressure of the coronavirus, and we have 940 positive cases of coronavirus with 11 cases of death. May God take them in His mercy. أسعد الله مساكم أخواني وأخواتي، إن شاء الله تكونون بصحة وبسلامة. ليلة جديدة من ليالي رمضان، الحمد لله على كل شيء، إن إحنا بخير وبصحة وسلامة. الله يتقبل صيامكم وقيامكم، والله يتقبل طاعتكم اليوم وكل يوم، والله يعود علينا بالصحة والسلامة، والله يكشف عنا هذا البلاء. بلاء صراحة للأمانة ما ترك لا صغير ولا كبير، ولحد الآن عندنا الإصابات في تصاعد بين 800 و900، اليوم 940، عندنا حالات وفاة 11. الله المستعان، والله يغفر لكل من راح ضحية هذا الفيروس، الله يتغمد روحهم الجنة إن شاء الله، ويحفظنا ويحفظ أهاليكم وكل من يعز عليكم. للأمانة هذه الأيام هي تعتبر العشرة الأواخر، الله سبحانه وتعالى يجعلنا ممن يصيبون ليلة القدر، ليلة فيها يقبل فيها الدعاء، وتقبل فيها الأعمال، وتقبل فيها الأمور، وتقبل فيها التوبة، ويرفع فيها البلاء. إن شاء الله نكون واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو مية أو ألف ممن يقبل دعائهم، لأن الدعاء مو بس إنك تدعي، لازم إنك تكون تلح في الدعاء وتبين إن الأمور صارت سيئة. الأمور صراحة الحظر كله بالكويت سيء للغاية، والحالة كثيفة، العالم كلها مضايقة، نفسيات تعبانة. إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يلهمنا الصبر ويلهمنا السكينة ويهدي سريرتنا جميعا. للأمانة ما نبي نحولها على قولتهم حلقة واعظ ديني، بس احنا في أجواء رمضانية الواحد لازم يتكلم شوية بحيث انه يطلع اللي بكبده. الحمد لله على كل شيء، أتمنى الكل بصحة وبسلامة. خلينا نلبس نظاراتنا نشوف العالم شنو تكتب. عموما أتشرف بالكل اللي موجودين اليوم. أول شيء أعرفكم بالسيجارة اللي أنا، بعدين نتكلم في عندي نقطة. اليوم سيجارنا من نيكاراغوا اسمه كانديجا. كانديجا هذه شركة جديدة، إصداراتها جديدة، أعطاني إياها صديق من الأردن، وصل الكويت وتشرفت وقعدنا مع بعض ودخلنا إصداراتهم أكثر من سايز. هذا هو الكانديجا اس روبوستو سايز، الرنج ماله 52 والطول 5. طبعا يعتبر هو قوته وسط إلى على قولتهم. الرابر ماله اللي هو كروهو، البايندر سيكو دي هلابا، والفيلر كروهو الله منع الابليس والله نسيت، وحتى ضيعت هذا. طبعا عموما هو كله نيكاراغوان، والرابر ماله كروهو، بالبايندر يعتبر هم بعد مثل ما قلنا اللي هو سيكو دي هلابا، اما الفيلر يعتبر كروهو كانديجا استيلي. السيجار ما هو خفيف وما في سوق، يعني مو وزنه خفيف وما في سوفت سبوت بتاتا، يعني تحس انه مجوج. الاروما مال الرابر اللي هي رو شوكليت والفوت بيبري،
راح نقص وراح نولع. طبعا عطينا بريف حق اخواننا اللي موجودين بالسناب شات، اتمنى يكونون يحضرون معانا اللايف. طبعا اصداراتهم تي بتيوبات، هذه اليوتيوب مالهم، في اكثر من سايفي روبوسو، دبل روبوسو، وفي اكثر من سيري بعد يون بتيوب وغير تيوب، يعني يا برزنتيشن بوكس او تيوبات بهالطريقه، اهم برزنتيشن بوكس. طبعا بالبدايه على قولتهم دائما نحاول، تعودنا نعقم ايدينا، صارت شيء طبيعي. العرقسوس موجود قبل لا اقص واولع. في نقطه ذاك اليوم في البوست الاخير تكلمت عن نقطه معينه، والظاهر في ناس كثير فهموها غلط. انا ماني هاي ابث لايف عشان اغلط على احد ولا انزل من قيمه احد. يا جماعه لا تقعدون تفسرون كلامي على مزاجكم. انا ذاك اليوم لما قلت وي احمر، انا قصدي ايموجي احمر. خمسه كلموني زعلانين، انت قاعد تغلط علينا، انت كذا انت كذا. انا ما غلط على احد، انا تكلمت عن الايموجي، ما تكلمت عن اللوجو مالك انت شنو حاطه وي احمر. وعمري ما فكرت اني اغلط على احد، لان بالنهايه ليش اغلط عليك؟ انا ما اشوفك اساسا. في ناس اصلا اساميهم 5 6 9 اسماء، واحد اسمه 20، واحد اسمه 25. انا الاسمي وحيد، انا مبين شكلي، مبين واسمي مبين، لكني واحد رقمه 925 يبي ياخذ ويعطي معاي حوار. طب انا ما اعرفك، ولا يحاول يتصل علي بالفيسبوك، ولا يحاول يتصل علي بالانستغرام. الفكرة على راسي أنا، لما تكون قاعد معاي أحط على راسي من فوق، شايفك وشايفني. أنت تبيني أنا أرد على مكالمة واحد اسمه 1925، ولا واحد حاطني SWT مدري شنو يبيني أرد عليه؟ فرجال. وثانيا ليش زعل؟ ما حد يفكر يوم من الأيام أني أنا يوم من الأيام أي أغلط على واحد، لا بالعكس، ولا أهين ولا نزل. وثانيا لما قلت أنت يا شخص قاعد تدخن سيجار بو 3.5 دنانير، أنت دافع فيه فلوسه، بس أنا قاعد أقول لك هي نقطة. يعني أنت ريال، خلينا أجيب لكم إياها بصيقة مضبوطة. يا أخي أنت ريال تسوق سيارة، بس أنت ما تعرف بالسباقات اللي مثلا داكار، رالي داكار، ولا الفورمولا. يعني أنت تسوق سيارة، أنا أعرف أسوق سيارة، بس لما اثنين ثلاثة يتكلمون في رالي داكار أصك حلجي وأسكت، ما معناته انهم قاعدين ينزلون من قدري. انا ما افهم في هالشغله. مو قدرك مو نازل انك انت تشتري 3.5 دنانير، بس الفكره الاساسيه انت ما تجي تعاتب شخص دافع 40 50 100,000 300,000 نص مليون دينار وتقول له ترى شغلك مو زين. عرفت؟ هذا قصدي. انت في خانه وهو في خانه، فانت لما تبي تقارن مثلا، تبي تقارن ماي، تقارن سوائل، تقارن سوائل مع بعض، تقارن الصلب مع الصلب، ما تقارن الزيت مع الماي، ما تقارن الحجر مع مع السائل. فالفكره الاساسيه ما كان الفكره الاساسيه ان ازعل احد، ولا قصدي. اذا انت ريال، انت مزاجك تدخن مثلا هوزيلا بيدرا، انا ما قاعد اطعم فيه، على كيفك دخن على مزاجك، بس انا ما بيك تفهمني غلط وتزعل وتقول والله ترى انا قصد. انا لما اتكلم بلغه عامه، ولا احب انزل من قدر احد، ولا احب اهين احد. لذلك انا الامس تكلمت في موضوع واحد، خمسه خذوا على عاتقهم، ما ادري ليش. وترى يكون بعلمك اللي كلمته واللي ما رديت عليه، يعني في شخص كلمته وفي شخص ما رديت عليه لان تكرر الحوار. يا اخي ارد اقول لك انت محشوب وما كنت مقصود، ولا انت بالسالفه ولا انت بالموضوع. حبيبي انا اليوم ادخن دينار ودينارين و3 دنانير، هذه قناعه شخصيه، احنا ما نحسب على الاشخاص. ليش انا دائما اقول، يمكن في ناس يعرفوني، لما يجي واحد يسالني شنو اغلى سيجار تدخن، هذا سؤال ما لك شغل فيه. شنو اغلى سيجار؟ انت حاول تبي تحطني في خانه معينه، انا عمري ما حطيت شخص في خانه معينه، ما احط كاتيجوري حق اشخاص. وانا ما اقيمك على ايش كثر تدفع بفلوسك بسيجارك. يعني مثلا اسئله كم سيجاره تدخن، اغلى سيجار دخنته، شنو اغلى سيجار عندك، هذه الامور كلها ما اجاوب عليها، لان انت تبي تحط نمط معين حق هذا الشخص. ما يصير. ولا انت تي مثلا تسال واحد، تي هذا مثال عشان لا تاخذونه، انت ما تسال واحد كم راتبك
في دول عندهم لما تقول له كم راتبك هذا عيب، سؤال عيب ما تقدر تسأله، مو حقك انت تسأله كم راتبك. فلذلك انت ما تقيم الشخص سيجاره ابو 3 دنانير عشان تعامله غير، وسيجاره ابو 10 دنانير تعامله غير. الله شاهد علي اذا في يوم من الايام احد يقول اني انا قيمت الشخص حسب تدخينه، لا، انا اذا ماني مقتنع بالسيجاره الثلاث دنانير ما 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 احتفظ فيه. هذه الفكره. فلذلك لا تفسرون كلامي غلط يا جماعه، ما ابي احد يفسر كلامي غلط، ولا ابي احد ياخذ اني انا قاعد هني اتفلسف على الناس، لان انا مو من حقي اتفلسف على احد. كلنا سواسيه كاسنان المشط، وكلنا نفس بعض، وما يفرق بيننا الا اخلاقنا، ما تحكمنا ترى الا اخلاقنا. وانا قلت سبق قلت السيجار ما يرفع الشخص، انت ترفع قيمه السيجار. السيجار اذا شلت الليبل منه يصير كله نفس الشيء، ما يعرفه الا الشاطر واللي يفهم، وسويت هالدقه في اكثر من واحد. فلذلك ما نبي نصير احنا كلنا يعني ما في اثنين يفهمون قد بعض، يتخرجون نفس بعض في نفس الكونسبت نفس هذا، وواحد يفهم اكثر من الثاني، بس ما نتعالى على بعض ولا نفسر كلام بعض غلط. ثانيا انا اقول لكم شغله للامانه عشان لا تزعلون، شخص حاط اسمه ارقام، هو ما عنده الجرأة يحط اسمه الكامل، حاط ارقام، لا يعاتب الناس يقول ليش ما تردون علي لما اتصل عليكم. انا شخص حاط صورتي وحاط اسمي، ما عندي شيء اخشه. انت شخص تبي تخش شخصيتك وتبي تحاكيني من وراء قناع وتبيني ارد عليك، لا طالبني ارد عليك ولا تزعل، مو من حقك تزعل اساسا، لانك انت انت من خش وراء قناع حاط صوره مو صورتك، وحاط اسم مو اسمك، لا، وحاط لي كود كأنه مال البنك وتبيني ارد عليك. ثانيا احنا بعد البوست تصير الحياه شخصيه. شفت انا يوم من الايام دقيت على شخص 521,000 واحد عمري ما دش، لكن لما تيني في البيت احطك على راسي من فوق، تقعد معي بالسيجارونش احطك على راسي من فوق. فلا يزعل الشخص اللي حاط لي كود يبيني ارد عليه. وثانيا انا حاول قدر المستطاع اني انا ما اتواصل سواء باليوتيوب ولا بالانستغرام ولا شخص ما اعرفه، ليش ارد عليه؟ وترى بيني وبينك السيء ما خلى حق الزين، انا ايش دراني منه هذا الشخص؟ شوني يمكن يبي يدخل على جهازي ولا شغله. فالفكره الاساسيه رجاء لا تزعلون من كلامي، انا هذه الفكره كلها من للتوضيح، واذا كانت نبره الصوت عاليه فانا اسف واعتذر. ماني عندي اي ترفع ولا غلط ولا اهانه، وعمري اليوم من الايام ما فكرت انزل من قدر احد. مو كافي ان انا السيجار اذا دخنته عجبني تكلمت عنه، ما عجبني ما اتكلم عنه. لذلك لما يجيني شخص يسالني عن سيجار معين اقول له والله ما جربته. هذه الفكره. فلا تزعل ولا تضايق، وارد اقول لك مره ثانيه، انت محشوم سواء تدخن ب 3 دنانير ولا ب 10 دنانير ولا ب 100 دينار، لان الفكره انت ما تقيم نفسك بسعر السيجار اللي تدخن، تقيم نفسك بمزاجك مع السيجار. ساعات سيجار ب5 دنانير يسوى سيجار ب100 دينار، موده حلو مزاجه حلو. هذه الفكره عموما، وانا بنطول بهالموضوع بس التوضيح هذا رجاء. فلا يزعل الشخص اللي يدق علي وما رد عليه، ولا يزعل الشخص اللي يفسر كلامي غلط، فسر كلامي صح. انت شايف ايش كثر اهانات، يعني انا لو بزعل كان بطلت من زمان. ناس قاعد تغلط بالدين وتغلط بالاسم وتغلط بالاهل، وناس تغلط على الاهل، ما ازعل، لاني انا احس ان هذا انسان جاهل، واذا عملت المسيء بفعله فانت والمسيء سواء. بس الحمد لله على كل شيء. المهم الله يجعل ايامكم كلها سعاده وعلى خير. اليوم نيجي حق سيجارنا اليوم مثل ما قلنا كنديقة، ويا ريت الأخ اللي جاب لي يشوف هذا البوست. هذا ترى ما هو دعاية، هذا السيجار أنا دخنته ومن عنده وعجبني، وأحب دائما أشارك السيجار اللي يعجبني، وإذا ما عجبني أغمته، لأنه ممكن يعجب شخص ثاني، فإذا تكلمت عليه بشيء مو زين والناس تفسر على مزاجها. فلذلك والله شوف يا أخي،
اسعاره وايد ممتازه، وهو موجود بالاردن اعتقد لما تسوون عليه سيرش راح تحصلون. ما عندي خبر لا عن اسعار، كان عندنا خطط نسوي ايفنت بالكويت، وكان عندنا خطط نسوي ايفنت حق السيجاره هذا. انا احب اخدم الناس يعني، والله ما لي فيها لا ناقه ولا جمل على قولتهم، بس ان نحاول نعرف الناس اذا السيجار زين. كان في اتفاق بعد ان نسوي ايفنت في قطر، بس سبحان الله تعالى ما شاءت الظروف، وقلت له احنا انا اسافر كوبا، ولما نرجع ان شاء الله نضبط. ورجعنا من كوبا ودشينا في عالم كورونا، والله يعلم متى نطلع من عالم كورونا. لذلك اقول الله سبحانه وتعالى يلطف فينا ويطلعنا من عالم كورونا وتهدى النفوس، لان انا ادري الشخص هذا اللي زعل هذا قاعد بالبيت من غمد قال يا انا علي اللامي قاعد يتفلسف علينا بالاسعار. لا والله في ناس تسال على الاسعار انا ما اجاوبها. الكل مضكوك، الكل يحاول يهاوش ذبان وجهه يعني. رمضان وصيام وحضر، الحمد لله احنا مكيفات وقعده والاكل موجود، ايش موجود، بس والله العظيم الحريه لا تقدر بثمن. الانسان الحين اللي قاعد بالحضر يعرف الله يكفيكم الشر شنو الشخص لما تاخذ حريته ولا ينقط بالسجن لا سمح الله ولا شيء. الحريه لا تشترى باي ثمن. شوف انت حر بعد، تخيل تخيل كل واحد فينا حر في بيته، قاعد في بيته حاط ريل على ريل، ويطلع لباب الحوش وهذا حده لباب الحوش ونفسيته تعبانه لانه ما يقدر يطلع للشارع بسهوله. الحريه شيء صراحه الحمد لله على كل شيء. عموما دائما نقول لما تبي تقص السيجار لا تتردد، فنقص على طول وتطلع القحفيه، وهذه القصه ان شاء الله تكون مضبوطه مثل ما شايفين. دائما يسألوني، راح اتكلم، يسألوني عن الستريت كات والفي كات. شوف الاصل الستريت كات القصه الرئيسيه، يجي بعدين شنو اللي هو الفي كات طلعت، بعدين قبل الفي كات هي البنش اللي هي تخرم السيجار. هذه كلها ما لها قواعد يعني، ما تدرسها انت. انا اليوم ابي اقص ستريت، انتهى الموضوع. تبي تقص في كات قص في كات، تبي تقص بانش قص بانش، بس ما في مثلا برتقاس دي فور لازم بانش، هذاك لازم كات. بس المتعارف عليه ان السيجار تبي تمزج عليه صح قصه ستريت، لا تروح لا بانش ولا تروح في كات ولا الامور هذه. هذه هي الخط السريع، يقولك الوصول من نقطه الى اخرى خط مستقيم، خط متعرج على قولتهم ماكو فايدة. فالفكرة الأساسية اللي سأل عن ثلاث قصات أو البانش والستريت، دائما خليك مع الستريت، بس إذا تبي تسوي شيء غير قص، ما في لها قانون، أنت ومزاجك. إني حق الدرو، الدرو ماله للأمانة صراحة، وهذا ترى سلاح ذو حدين. الدرو لما يكون وايد سموث رينج مثل هذا 52 ترى مو دائما زينة. يعني مثلا اللي يعرفون الروميو جولييت وايت تشرشل، روميو جولييت شورت تشرشل، الروميو جولييت الدرو ماله الريشيو ماله وايد ممتاز، بس سبحان الله من يتغير الريشيو يصير الدرو سريع، طعمه يتغير، مزاجه يتغير، حتى الاروما مالت الاحتراف تتغير. جربت مره روميو جولييت كني قاعد ادخن بدرون بالدرو، طبعا مو بالدرو، الدرو ماله فراري، بس هذا ما مو صحيح. الكوبي مو لازم يكون الدرو فراري، الدرو لما يكون فراري الكوبي ما تستمتع فيه، لا ريشو معين ولازم يكون صح عشان تمزج عليه. امس اخوي علي من الامارات كان يقول لي انا صراحه ابتليت بالكوبي بالفتره الاخيره وايد مسكر، واتمنى يسمعني. للامانه الكوبي بالفترة الأخيرة إصداراتهم ترى وايد ممتازة، والتسكير الواحد الحق يقول في بعض التكات التسكير، لكن هو على كلامه بوكس كامل طلع منه سكين أو ثلاثة مفتوحين والباقي كله مسكر، فهذا معناته سوء تخزين. سوء التخزين انصب على منه؟ على المحل اللي قاعد يبيع السيجار، ما نحمله على الكوبيين، الكوبيين ما لهم ذنب، قاعد يحطون ماشين حق تشيك الدرو.
قاعد حق تشيك السحبه، الكواليتي كنترول وايد ممتاز ومتعدد ومغلق. فلذلك عشان لا نظلم نقول البوكس ذا يجي فيه واحد واثنين هذا طبيعي، هذا سيجار هاند ميد. والخطا الشغل الانسان لازم يصير في خطا الانسان، الكمال لله سبحانه وتعالى، غير لما يكون ماشين ميد. ماشين ميد ما في خطا، ما في خطا، هذا شغل ماكينه على قولتهم. ليش دائما احنا نفرق بين شغل الماكينه وشغل الهاند ميد؟ بس نرجع ونقول دائما الانسان يحب شغل الهاند ميد ويعطيه سعر اكثر. ليش؟ يقول لك الشغل اللي يقوم باليد راح يكون شغل وايد ممتاز. ودائما في اي بضاعه الهاند ميد اغلى من الماشين ميد، سواء بواكه، سواء سيارات، سواء حتى كل شيء، كل شيء هاند ميد اغلى من الماشين ميد. سبحان الله، مع ان الاكيرسي او الامتياز يكون بالماشين ميد اكثر من الهاند ميد. فلذلك انت لا تقعد تعتب على الهاند ميد، ولا تحمل ولا تحمل الشركه اكثر من طاقتها. الكوبيين قاعد يصدرون 85 مليون ستيك، فانت عليك كم بالميه تحصل شو اسمه واحد مسكر اشرب ماي نشفي قصدي عركسوس. المهم اني حق توليع، والله صدق اليوم نسيت حتى ولعتي. ان شاء الله يولع ما يوهق فيني بس. فدائما بالتوليع نقول اخذ راحتك وخليك على اقل من مهلك في التوليع. طبعا في وايد اسئله تجيني على الدايركت، وانا صراحه في بعض الناس اقول لهم ذكروني، وفي شغلات اتذكرها وفي شغلات ما اتذكرها للامانه، يعني لان بيني وبينك واحد صاير زهايمر مبكر على قولتهم. فتنفخ لبرا كمية الدخان اللي يطلع هذا السيجار تعتبر كمية كبيرة. أول سحبة دائما تاخذها وتطلعها من خشمك، طبعا بدايتها بيبري وقوي. في بعض أنواع السيجار يبدأ معاك قوي، وفي بعض أنواع السيجار لا، يبدأ معاك خفيف ويطقك بالنص. يا أخوي ماني كبير، ضريبة العمر توني 25 سنة، الله يهداك، زهايمر ما يصلح. المزاج دائما تستمتع وانت قاعد تدخن وتاخذها بسهالة وعلى حسب الأصول. هذه الفكرة من التدخين، لأن التدخين السريع. ذاك اليوم واحد من الشباب ذكرت شغلة، راح حق محل بدون ذكر أسامي وقال له أبي خفيف، عطاه دي سكس ودششه بالطوفة. يعني أنا متعجب، شخص يجيك يقول لك أنا أبي أدخن، أنا مبتدئ وأبي سيجار خفيف، تعطيه برتقاس دي سكس؟ عطاه دي سكس، وصل النص، افترت البنك عنده. قلت له والله زين يا أخوي، هلا هلا سيجار 2020. فدخل دي سكس، افترت البنك عنده. قلت له اكتب عن هالموضوع، يقولون السيجار ما يسطل ولا يدور. فهني الإشكال دائما نقول في الملعب، تروح حق محل القوطي اللي قاعد بالمحل، مع احترامي له إنه قوطي، تقول له أبي سيجار خفيف، يعطيك سيجار قوي أو وسط، ما هو صحيح. فالدي 6 ما يصلح حق واحد توه يبدا يسكر. الدي 6 اذا انت ما انت متمرس بالتدخين يطقك صراحه. مثلا انت شايفين الدي 6 صراحه الازمه دائما اضيع بالغزو. كورونا
اثبتت ان الدي 6 جوكر سيجار للامانه وايد حلو، الفليفرات وايد حلوه، الدرو ماله وايد حلو، بس ما يصلح حق واحد مبتدئ وبرمضان. ففر البنك عنده سطر الريال، فدائما يقول انت لما تروح ويلشطك هذا البياع لا ترجع له مره ثانيه، لان هذا يقطك ورا الشمس. انت تقول له ابي مايلد، يعطيك وسط ويطقك بالطوفه، طبعا هذا ما صح. الحمد لله وشكرا ان تلاحق الريال نفسه، والحمد لله مثلا مو برا ولا قاعد بلونش، لان مشكله بينه وبينك لما يرتفع عندك نسبه النيكوتين وتلوع كبدك ولا يحوشك صداع ولا تعرق ارتفع عندك الضغط، وهذا والناس اللي حواليك ما يعرفون يتصرفون معاك، فمشكله يعني. فلذلك دائما نقول لما تروح للمحل وحاول لما تروح للمحل يعني خلينا شوف احنا قبل الحين قبل اذا بغينا نسال ما حوالين الناس نتوهق، الحين عم جوجل ما يقصر، والله شنو تساله تقول له فلان الفلاني شنو تغدى اليوم يمكن يطلع لك. الفكرة الأساسية حاول قدر المستطاع أنك تصيد البياع، حاول تسأل أسئلتين ثلاثة قبل لا تقول له، تعرفه يفهم ولا ما يفهم، ولا ترى يقطك على صخر. فهذه التجربة صراحة للأمانة بينت أن في بعض البياعين ما منهم فائدة، تصير تقول له يعطيك سيجار واحد ريال. عموما خطك السوي الحبيب، وان شاء الله ما تحصل مره ثانيه، بس الدي 6 ما يصلح لك حبيب يا اخوي احمد. صارت مع واحد وقلنا الموضوع السؤال الثاني هم بعد يا جماعه. في ناس يقولون شركة بوفيدا إذا ماني غلطان شركة عريقة وشغلها مضبوط بالهيوميديفايرز. أنا أتكلم معاكم صرف، بوفيدا شركة هيوميديفيكيشن مو هيوميديفايرز. بس شوف إحنا الزمن الحين التكنولوجيا العالم كلها تبي تشغل، يعني فراري تبي تسوي سياكل، قبل نعرف إن الفراري ما تطلع على سيارات فراري سبورت، تبي تسوي جيب وتبي تسوي سيكل وباتر بتطلع طراد، العالم يبي يشتغلون كل شيء مو مثل اول تخصص. يعني في شركه مثل الله من على ابليس ماني ذاكر اسمها، في شركه كانت مثل عندك شركه كانت متخصصه بس شغلها بس تسوي هيوميديفاير حق الي بلو، حق يعني حق الهيوميدرات القويه تسوي بس الهيوميديفاير هذا الجهاز، ترى في شغل وايد، فكان تخصصها بس ها. الحين مثل يعني يقول لي والله ترى انا شفت الهيوميدر البلاستيك مال البوفيدا، انا للامانه هذا الهيوميدر ما يصلح للاستخدام الشخصي. انت شايف الهيوميدر شفاف اوكي، هذا الهيوميدر راح يحافظ على الرطوبه، يقمت السيجار يحنق السيجار. احنا الفكره الاساسيه ما نبي نخنق السيجار، احنا نبي شيء اورجانيك. يقول لي البلاستيك اورجانيك، اقول لك لا البلاستيك مو اورجانيك، الخشب اورجانيك بس البلاستيك لا. ثانيا هذا الهيوميدر شفاف، يدخل الحراره ويدخل الضوء، فحقك استخدام شخصي ما يصلح. قال لي لا، قلت له قال لي لازم تتكلم عنه، قلت له اتكلم عنه. هذا الاكريليك يصلح حق محل، ليش يصلح حق محل؟ لانه يدور السيجار بسرعه، يصلح حق لونش حق محل كل يعني مثلا العبار 25 سيجار خلال اليوم يطير السيجار وتحط واحد غيره، لكن انت حاط داخله 50 سيجار وانت ريال مدخن بالاسبوع مره، السيجار راح يظل متعرض للضوء ومتعرض للحراره، لا تقدر تحافظ على حرارته. بتقول لي اغطيه، هو مو كاسكو بالليل تغطيه والصبح تبطله، بس الكاسكو اللي يغطونه بالليل يغطون قفصه بالليل عشان ينام والصبح يشيلون عنه عشان يقعد. سيجار ما يفهم شيء، تغطيه بالليل ما يصلح. فلذلك اقول للاستخدام الشخصي لا تستخدم اي شيء اكريليك. احنا نستخدم الاكريليك او البلاستيك اللي هو الزايكار نستخدمه حق السفر،
بس السيجار يبي يحب الظلمة، السيجار يحب الظلمة ما يحب الضوء. يا جماعة دائما أقول الناس يقولون والله ترى المحل فلاني يسكر الضوء لأن السيجار ما يحب الضوء. أعطيكم مثال ثاني، كلنا شباب ويعرفون المسابيح، دائما أنت لما تروح محل مسابيح اللي بالفترينة تأخذه، ما تأخذ اللي بالفترينة لا عن أم الضوء. بتقول لي ما يتغير، أقول لك يتغير الضوء، يغير في على مدى سريع وفي على مدى بطيء، اللمعة تختلف، الطخ، كل شيء يتغير. فلذلك السيجار إذا تعرض للضوء يتغير بطريقة أو بأخرى، راح يتغير. فما أنصح الشخص اللي يبي حق تخزين شخصي يستخدم البوفيدا الأكريليك. ادفع شوية زيادة وخذ لك هيوميدر خيب مضبوط. ودائما أقول الهيوميدر أنت تشتريه مرة واحدة، ما راح تتعب مرة واحدة. وصدقني في ناس كثير أصدقاء شروا الهيوميدر، لأن أنت ممكن، وأنا دائما أقول لا تشتري هيوميدر إلا بعد سنة من تدخينك السيجار، لأن أنت ممكن تهون. ليش تروح تشتري هيوميدر ولاعة وكتر وما أدري شنو، تخسر لك 400-500 دينار وبعدين تبطل. فما يحتاج، خلك سنة على الأقل تدخن السيجار بعدين اشتر، ما هي خسارة. لما تشتري وبعد سنتين ثلاثة هم بطلت، ظروف تغيرت، أمور تغيرت، تصدق الهيوميدر الصح هذا تاخذه تنظفه تشيل السبريت اللي داخل، تحط فيه ساعاتك، تحط فيه مسابيحك، إذا في مفتاح يقفل، في بعض الهيوميدر فيها مفتاح، تحط مجوهرات زوجتك. بالعكس زوجتك تقول لها بطلت تدخين ونظفت لها الهيوميدر وعطيتها إياه وهو شغل عدل، و تصير انت نمبر 1 بالبيت. فلذلك نقول لا تتسرع بشراء الهيوميدر، ولما تبي تشتري الهيوميدر اشتر صح على اساس فلوسك لا تضيع. هذه الفكره الاساسيه، هذا بالنسبه للبوفيدا الاكريليك. والله وايد اسئله بس ما اتذكر. حسين داز لي واحد، انا ابي اطلب من برا وصراحه ماني عارف شلون اعقم السيجار، يا ريت. وقال لي شخص، يعني انا سالت ما اقدر انا اجيب دكتور، قال لي دخل معانا دكتور يدخل معانا باللايف وياخذ ويعطي اسئله بالنسبه لكورونا. في اسئله كثير، انا حطيت الاسئله وسالت فيها الدكتور. اولا السيجار ما هو اول شيء استخدمه، سيجار ما هو تطعيم ضد الكورونا، هذه ترى كلها كذبة، ما هو صحيح. لا تقول والله علي اللامي قال دخنوا سيجار عشان الكورونا يحوشكم، هذا ما هو صحيح. السيجار ما له شغل بالكورونا، عشان تدخلون متاهة وحرب مع الـ FDA وبطيخ وسوالف تخبون. السيجار لا يسبب مناعة ضد الكورونا، هذه نقطة واحد. السيجار ما تقدر تعقمه، أدري ليش؟ لأن كل المعقمات سريعة الاشتعال، كل المعقمات تترك أثر وانت مجرب. يعني لا تقول لي انت لما تعقم ايدك الحين هذه يروح الأثر، الفكرة الأساسية ان تترك أثر عشان هي تشيل لك، تحافظ عليك من الكورونا. فالمعقمات ما تصلح للسيجار، بتعقم البوكس من برا اوكي، بتعقم البوكس من برا بس ما راح تعقم السيجار. لذلك نقول السيجار اذا البوكس مسكر سيل فالك طيب، لكن اذا طلبت من برا وياك السيجار مبطل يصير عاد هني ما تدري. النقطه الاساسيه، احنا اليوم جمعيات قاعد تتسكر، محلات ما ادري ايش قاعد تتسكر، ما يدرون، ما مو عارفين الكورونا شنو تحركات الكورونا، مو عارفين شخصيته، هذا يتعاملون معه مو عارفين. فدائما اقول يا جماعه انتم تطلبون من برا لا تلعبون بالنار، هذا مو مساله اني انا قاعد اخرب على الناس، بس انت قاعد تطلب من سويسرا، تطلب من اسبانيا، تطلب من ايطاليا، دول كلها موبوءه بلاك ليست. بتقول لي هذاك الشخص معقب، احنا ما ندري منو المصاب ومنو غير المصاب، منو اللي شايل المرض وخاشه عنده وما تبدي عليه اعراض ومنو اللي لا.
ثانيا البوكسات تي بتعقم الكيس بتعقم البوكس وبتبطل السيجار، واغلبيه السيجار تي مبطل. اذا مبطل شلون بتعرف انه في كورونا ولا لا؟ بتبخه من هالبخاخ، مبخيته من هالبخاخ تلفت السيجار. فحرص ولا تخوي، الصبر ما لنا غير الصبر، ما لنا غير ان نصبر لغايه ما تزيل هذه الغمه. يا انها تطلع كذبه ابريل، والله ما ندري هي كذبة إبريل ولا كذبة نيسان ولا كذبة بطيخ، ما احنا عارفين. الواحد من كثر ما يسمع أخبار ما ندري هل هي صيد كذب، هل هي لعبة غير، ما حد عارف للأمانة. تحد الآن ما حد عارف، لا حد يقول إن ترى أحد عارف عن الكورونا. احنا داشين حرب مو عارفين منو العدو ومنو الصديق. أمريكا من صوب تقول والله ترى احنا كله أوكي، الصين مدري تقول اوكي، مو عارفين. لحد الان العالم كله قاعد يتخبط، واكبرها واسمنها المانيا ام التكنولوجيا، فرنسا، ايطاليا، اسبانيا. عطني واحد قوي قادر يصمد قدام الكورونا، طاقهم كلهم بالطوفه. يا غني ولا فقير ولا بر، امريكا تعتبر هي الدوله العظمى على قولتهم. وين عظمى؟ طاقها بالطوفه 10-0، حتى الجيش مالهم ضاربه. فالفكره الاساسيه احنا دائما نحرص ونقول، لان العدو هذا مو عارفين. فلذلك نريد نقول اللي بيطلب من برا على مسؤوليتك، لا تاخذ والله اعذار من شخص. ما في تعقيم للسيجار ولا في جارنتي ان السيجار ما يكون في كورونا جايلك من برا، الا اذا شنو البوكس هيك سيلد مو مبطل. يعني انت قص، يعني مستحيل خو بعد جاي شخص هذاك متلاعن وقاز ابره داخل ومدخل لك كورونا، هذا شيء ثاني. بس البوكس اذا بطل ما عندك جارنتي ان هذا ممكن يتعرض لكورونا، فما تقدر تحصله. اللي الحل الثاني شنو؟ تقول انا عقمه بدون ما اسوي له تعقيم، بتحطه بالفريزر. قالوا أول شيء الكورونا تموت الحرارة، حرارة الحين يقولك الكورونا ما تموت الحرارة ولا تموت البرودة. إحنا عارفين لا، يعني لو أقول لك تحطه بالفريزر أسبوع يمكن يطلع، يمكن يفرخ هذا داخل، ما إحنا عارفين لا. أنا ما أقدر أجاوب، وسألت والله للأمانة دكتور، قلت له دكتور الحرارة، قال لي الحرارة ما تأثر فيه، البرودة ما تأثر فيه، الرطوبة ما تأثر فيه. شنو هال، ما احنا عارفين. فالوحيد اللي هي هذه الكيميكلز، وهذه الكيميكلز راح تأثر على السيجار. فالحل الوحيد يا انك تاخذ من محل مضمون، والمحلات هني بالبلد كلها مسكرة، واذا طلبت من برا تبي تجازف انت حر. الدكتور قال لي صراحة الكورونا ما يموت الكل، فهي الفكرة الأساسية. يمكن يحوشك، يمكن تدخل سيجار في كورونا ويحوشك وتتعافى. فانت تبي تاخذ الشانسز، ما في اجابات محطوطه جارنتي معطيك اياها 100%. لذلك نقول السيجار ما في، ما يحميك من الكورونا ولا يبعد عنك الكورونا، بالعكس بي الكورونا معاك ويدخن معاك سيجار بيطق طراق يجيب اجلك. عرفت؟ السيجار اللي جايك من برا ما في ضمان انه ما في كورونا وما تقدر تعقمه. لذلك شو الحل؟ الحل انك انت تصبر، او انك تحصل لوكل. وحتى اللوكل يخوفون، يعني احنا جمعياتنا نروح نشتري منها اكل، قاعد الناس تخرب، تاخذ خبز، تاخذ لبن، تاخذ ما ادري ايش، قاعد تخرب. ثانيا الحين بيني وبينك، حتى لا سمح الله اذا مرضت ما في مستشفى يدير بال عليك، ما حد يدري عنك. الحين الحاله كثيفه الحمد لله. بيقول لي واحد ترى احنا بنرد ندخن سجاير، انت تهددني؟ روح دخن سجاير. واحد يقول بدخن اجراك، واحد يقول بدخن معسل، ما في حل. احنا بالغزو دخلنا سجاير، والله ما تدري، ما ادري شلون صاير، اسامي غريبه. طبعا مرحله الجاهليه ما في تدخين، كل شيء، كل شيء صار الدخل، كل شيء دخلناه. ايام الصعبه هذه بعد ايام ما. انا اللي اقول لك لا تكن، ان شاء الله تدخن، ما ادري ليش تدخنه. حتى لو تدخن مثلا سجاير لا تكن، حتى لو شيشه طبعا بعد عنها، انت وينك وين الشيشه؟ الشيشه شطبوها اضعف. الحين الواحد يقول خلاص
الشيشه اشطبوها، الفيب اشطبها، تبي تدخن سجاير دخن سجاير بس لا تكل لغايه ما ربك يفرج علينا من هذا. لا تكين يعني لا تاخذ الدخان على صدرك طال عمرك، مو بارك لي ابد. في سيجاره اسمها شيراز دخناها، تصدق لو اذا دخنتها تنام ثلاثة ايام. اي باركلي، باركلي هذا يعتبر شو اسمه رزريز بالنسبه له. فالفكره الاساسيه ان واحد يقول وانت بطران انت قاعد حاط السيجار حواليك ومدلع نفسك، والله ماني مدلع نفسي، كان مثلي مثلكم، والله ماني مدلع نفسي ولا عندي سيجار ليوم السيجار، وبالعكس الواحد يعني هذا عزيزه قوم من ذل، يوم تدخن كذي يوم تدخن كذي، هذا اللي حاطه. مو انت شوف انا اقول لك، انت لو حاط 10,000 سيجار عندك، احنا مو عارفين نهايه الازمه متى، كل شيء يخلص مهما كنت خزنت راح يخلص، ما احنا عارفين نهايه. يعني مثلا يقول لك والله ترى الشهر الجاي بتنتهي الازمه، عطني واحد عطاك كلام صحيح. هذا لاعبين فينا شوردلي، يوم يقولون احنا بدينا من شهر 3 قالوا 15 يوم 14 يوم 21 يوم 25 يوم، ايش كثر ما تخش راح يخلص سيجارك، ما فيها منطق. ولا انا احسن منكم، الوحيد اللي احسن منا كلنا كومار، كومار نص سيجار العالم عنده، فاذا الله اراد وطورت الازمه يمكن يفتحوا لنا المشكلة، بس مشكلة حتى ما نقدر نروح على نطقة وناخذ سيجارة، يعني وين هو هذا بآخر الدنيا قاعد. فهو الوحيد مصدرنا كومار، يعني لا بريد مفتوح ولا طيارات مفتوحة ولا بطيخ مفتوح، اللف خس ونحط داخله مدري ايش وندخله آخره. كمال صديقنا بالإنستغرام طال عمرك، هل تشوف محلات المعروفة؟ ما في أحد يستورد، البلد مسكرة يا ابن حلال. فيه أمس دازين لي فيديو والله العظيم، قط وسمك، سيارات سمك قطوها بالزبالة، سمك موجود بواليل على نقارير على مدري ايش قطوه حرام بالزبالة، والله العظيم سمك ما قاعد يوصل للناس، سمك مو سيجار، سمك من كثر ما طاف مدة تخزينه البلدية قالت لهم قطوه بالزبالة. الوضع ترى وايد سيء، ما هو ترى سهل ومو عارفين وين، فلذلك صعبة. ما اعتقد ان في احد قادر يستورد سيجار، كل الدول مسكرة عموما يعني، واللي قاعد يطلبون اونلاين هذه الاكونتات، في اكونتات معروفه دولها وفي اكونتات ما تدري من وين قاعد يجيك، من كوستاريكا من واق ما تدري، ما تدري هالبشر. ثانيا يا جماعه لا تزعلوا مني، مو كل واحد حط له اكونت بالانستغرام انت تثق فيه، ما تدري ترى هذه كلها نيك نيمز، مثل ما نقول احنا هذه كلها ترى نيك نيمز، واحد ما تدري قاعد بشقته حط له نيك نيم صور روحه شركه، هذه كلها شركات غير معروفه، مهما سوى دعايه بالانستغرام مهما سوى كذا ما راح انت تعرفها على حقيقتها، لان انت شنو؟ انت في عالم افتراضي، عالم الافتراضي واحد مسمي نفسه 910 والثاني مسوي نفسه شفر والثاني مسمي، يعني كلها اسامي افتراضيه. للاسف احنا يعني ما قاعد نتعامل حتى مع العالم الافتراضي صح. انت اذا ما مو يقول لك لا تبوق ولا تخاف، انت ريال حاط لك اكونت على الانستغرام، احط والله انا فلان الفلاني، انت ما قاعد تسوي شيء غلط، واحط صورتي عشان يتعامل معاك يعرفك. اكونتات مالت سيجار ما تشوف الا ايدين، لا وي لا شيء، اصابع اصبعين وسيجار اصبعين وسيجار اصبعين وسيجار. انا اشتري اصابعك، أنا شدراني هذه أصابعك ولا أصابع واحد ثاني؟ حتى بوق الصور يبوقون الصور، يعني أنت مصور صورة يقصون وجهك كذي ويحطون يدك ويقول أنا والله دخل، يعني العملية وايد سبهلة يعني.
فلذلك اذا انت ما تعرف صاحب الاكونت هذا شو انت بتشتري منه تطلب منه؟ يدزون لي على دايركت يقولوا لي والله الاكونت الفرنشايز الاكونت ما اعرف. انا صراحه انا ما اتكلم الا عن شخص تعاملت معه، يعني مثلا محمد، محمد هذا انا قعدت معاه شخصيا اقول لك روح اخذ منه، ما قعدت معاه شخصيا شلون اقول لك روح منه؟ باكر تجي تقول لي قصيت عليه. فالفكره الاساسيه ان العالم الافتراضي مو معناته ترى حديقه ورديه والامور هذه، في نصابين وايد يا كثر من هالشكل هالشكل. انت شخص تعرفه يقص عليك، بعد شخص ما تعرفه. وين جماعة اليوتيوب شكلهم نايمين؟ الله المستعان. بحسين اتمنى ترد، ايش رايك بشركه نيو اير؟ اوكي الحين اذا ما رديت عليه هذا اي اف دي بيزعل وبيشتكي علي. خي طال عمرك يا اي اف دي داش 3، خي نيو اير شركه انا اقول تبي هيومدر كهربائي لا تاخذ الا ليبري الالماني. هذا الهيومدر انا مجربه وعليك بالعافيه، فيه سعر غالي بس سعره فيه. لا تاخذ هيومدر صناعه صينيه او باي تشاينا او ما ادري ايش، لان ساعات يقول لك والله هذا امريكي باي تشاينا. اذا ترامب طايح تسفل بالصينيين ولا عن سلسفيل اللي خلفهم. فالفكره الاساسيه لا تاخذ هيومدر كهربائي غير الليبري، تحط راسك وتنام للامانه. وانا دائما اقول لكم الجهاز اذا ما اعرفه ما اتكلم عنه. في واحد سالني عن الجهاز الجديد اللي يكشف الرطوبه، والله للاسف الجهاز دورته كان عندي، كان ودي نسولف عنه. جهاز للامانه انا ما جربته على السيجار، بس يعطيك الأكريت بأن تشيك رطوبة السيجار لما تكون، بس في المحلات طبعا انت بتجربة، لا تجربة قدام المحل تروح يقول لك تغس كل ساعة تغس لك سيجار وهذا هذا انت تشيكه عندك بالبيت. اما تاخذ بروح المحل تاخذ الجهاز معاك وتغش فيه وتشوف الرطوبة راح تزعلهم يعني. بس اذا الله اراد ان شاء الله وقدرت اجيبه ادور لو حصلته راح اسوي له ريفيو نتكلم عنه ونتسلى فيه. والله امان في واحد يسال يقول بحسين توضح لنا الفرق بين مده تعتيق بين ليميتد اديشن والريزيرف. خي عبد الله سويت فيديو كامل للامانه حق الريزيرف بروح، وحق الانيخادوز بروح، وحق الجراند ريزيرف بروح. اقعد بعد شوي وانت قاعد تتسحر طالع الفيديوهات راح تستمتع تفصيل كامل. فيديو خاص بالانيخادوس، فيديو خاص بالريزيرفا، فيديو خاص بالليميتد اديشن، وفيديو خاص بالجراند ريزيرفا، كلهم موجودين على قناتي باليوتيوب. مقزر هذا المحل يعني اللي مشتري سيجار غالي مو تكليت لا يا اخوي. ما فهمت شنو سيجار، ما فهمت. ردينا على المقزر حبيبي طول عمرك اخوي كريم. حسين شنو شبيه الدي 6؟ ما له شبيه الدي 6 والله يا اخوي. سيجار اثبت انه جوكر والله العظيم، جوكر حق رمضان طبعا مو حق كورونا، لانه وقته وايد حلو، مزاجه حلو على حسب الاصول. داسك باي كاريليو والله ما اتذكره، يمكن لو اشوف صورته. بس عموما اصدارات اي بي كاريليو وايد ممتازه لانه يحافظون على اسمه. تركيا تنتج سيجار؟ لا تركيا ما تنتج سيجار. بحسين سيجار ربينا ليش رايك فيه؟ والله شوف مثل ما قلت قبل، ربينا سيجار وايد ممتاز، واذا جربته راح تستمتع. ابو حسين يا ريت ترد علي بعد، ما راح اقدر. اي واحد الحين يدز لي على الدايركت ما راح اقدر ادش على الدايركت، بس نخلص البث اي سؤال على الدايركت راح ارد عليه باذن الله.
اذكر العام دخنت سيجار سيجل سيك من اكيد من العام هذا مو صار مسواك صار عجربه. ايش رايك باصدارات الكوهيبا مادورو؟ والله شوف الكوهيبا مادورو يعتبر سيجار من وسط لقوي، سيجار يعتبر حلو ومزاجه حلو، بس برمضان ما انصح فيه. سيجار اليوم بتيت تشيرش الممتاز ابو حسين، عليك بالف عافيه. ابو حسين ايش رايك في جوليوس سيزار؟ لا ابن حلال هذا سيجار طيب يا اخو. جوليوس سيزار اسمه قيصر، فلذلك شنو فلذلك. فعموما يا جماعه ترى خذتونا بالطوشه وما حد قال شنو قاعد يدخن، بس واحد اثنين 117 واحد ما احنا عارفين شي يدخنون. اوليفيا ميلانو سيجار ولد حموله طال عمرك، هل ممكن؟ لا لا بالعكس، الجار والهيومدر نفس الشيء، اللي ما يدخن وايد 25 سيجار يعتبر زين هيومدر مفتاح. الله يعطيك العافية أستاذي. عندي كيف تسوي؟ والله شوف غرفة السيجار يبي لها شغل وايد، يبي لها مساحة ويبي لها ترتيب صح، يبي لها فلوس، بس هذه ما تصلح ان نتكلم عنها باللايف. بس اذا انت تبي غرفة سيجار، الله اذا الله راد تروح، هذه ازمة كورونا، تبي لك تنقي خشب ويمكن الخشب ما تحصل لازم تطلبه من برا. لذلك اقول اللي يبي يسوي غرفة سيجار ممكن يتواصل معي بعد كورونا وانا حاضر بالخدمة. بارلمنت سيلفر، والله ما ادري ايش اقول لك يا اخوي حسن. بارلمنت الله يهداك. Good evening my friend, how are you? How are you doing, Mo? Diplomat Venetia, تتهنى. Davidoff, صحتين. Trinidad Vigia, كفو. Anish, كفو. Nice to see you, Mo. How are you, my friend? وحسين في مقارنة بين بورتغاس نمبر 2 والبورتغاس دي 6. لا ما في مقارنة طال عمرك، كل واحد مزاجه غير. قتلني، اي والله قتلني انا بعد يا بارلمنت الله يهداك. لا جلوريا اسبانيا تتهنى يا 2020، العب بالحلال. ترينيداد ولد حموله اكيد يا ابو علي. دي 6 لا يحوشك نفس اللي حاش صاحبه من الدي 6. والله لا جولد ولا بولد، ترى المالبورو ما منه فايده طال عمرك. ماي مود نيكراغ وسيجار. انجوي ماي فريند مود. حاول كفو لا تكن طال عمرك. وات از يور بلان افتر ذس؟ او ماي جاد مان دونت ستارت ذس وونت. والله نو بلان، بيكوز وي دونت نو وين جون ذس لاوزي سيتويشن ويل فينيش. There is no deadline, there is no end, there is no peak light in the end of this cave, but I hope it will finish. At least we can breathe, we can smoke what we want. كم لك سنة دخين؟ والله صار لي وايد طال عمرك. مايمود مادورو جولد، مادور مالبورو جولد. لا كاتب لي بالانجليزي. بابا شلك بالزقاير حبيبي، شلك بيها. المود اليوم رومي جولييت وايت. تتهنى حبيبي دي فور اخواننا باليوتيوب. صح صح يا حبيبي صح صح. اشرب عرق سوس طال عمرك. God of Fire اوبو. God of Fire دون كارلوس، والله انك that's amazing choice my friend. I love the God of Fire cigars. اونها وتهون امين يا رب. Today mood is Boulevard Corona. Enjoy my friend Fahd. عليك بالعافية. كم قالت لكاسة دي الهبانة بالشرق الأوسط ما في إلا واحد طال عمرك.
وين ربعنا؟ آه يا ربعنا. أهي وما أفضل للإشفاء أبو حسين. أوكي يقول لك ما شاء الله. السلام عليكم. بريطانيا ليش؟ عمود زقركا بلاك دراجون. أيوة يا وحش تتهنى. معاكم تابعك حبيبي طول عمرك. طيب تحياتي. هلا أخوي من الأردن، كيف حال الأردن؟ طمنا عليكم هناك. والله أنتوا لعبتوها صح للأمانة، بس يقولون سواق تاكسي عفسك بالأردن. احنا ربعنا تهاونا ودشينا بالطوفة برتقاس بالستينيا. انجوي ماي فريند. والله يا اخوي بلال تنورني بالانستغرام وباليوتيوب وتشرفني وعلى راسي من فوق. اليوم انا نسيت ولاعتي، كل ساعة بولع بالجبريت. برتقاس مدورو ون. كفو وليد العب بالحلال. لعب وليد بالحلال وشب المدور ون. انت بخير وطول عمرك وبالسلامة يا اخوي حسن from Morocco. Why say hi and appreciate Jalab. Thank you my friend from Morocco. Pray for us that we can after this corona we can come to you and stay and smoke cigar. Say what do you think. ناصر سعد حسين what do you think of the Bentley. Bentley cigars. والله شوف الاسم مار علي بس ما اتوقع انه شركة معروفة. احتمال ان السيجار مسوينه وحاطين ليبل البنتلي عليه. ممكن سؤال بخصوص البايب. اتفضل طال عمرك حسين. في سبب يبرر غلاء كهيبة بهيكي؟ غلاء اخوي عبد الله الامير، غلاء البهيكي هي سبب كميات القليلة للإصدار لا أكثر ولا أقل. لأمانة أنت أفضل. الله يخليك يطول عمرك يا أخوي. ما عليك زود، كلنا نتعلم من بعض. ليش قد أبعد كرات هبانة تطلع لي بالكويت والعراق وأغلب دول الخليج؟ حبيبي لكاسة الهبانوز هذا فرانشايز ما هي وكالات، هذا يعتبر فرانشايز. أي شخص عنده قدرة مادية يبي يفتح يتصل مع المورد الرئيسي واللي هو موجود في فينيسيا وتسوي عقد معاهم وتبيع لكاسة دي الهبانوز. هذا يعتبر فرانشايز مثل أي قهوة موجودة، والتعامل نفس الطريقة، في برسنتج وفي شروط وفي أمور. هذه صدقت البهيكي يستاهل كل فلس فيه. ممكن معلومات عن سيجار كينك إدوارد؟ ذاك بعد عنه، افتك عنه يا اخوي. كينج إدوارد ما يعتبر سيجار، هذا يعتبر كذي خربوطه. انا هرب يسار عشان اخرج. والله المستعان يا اخوي، هذا قضاء وقدر. بس ان شاء الله الامور طيبه الحين في الاردن. اي شخص يبي مواقع موثوقه، مع انه بالفتره الحاليه ما انصح اي شخص يطلب من برا حتى لو مواقع موثوقه عشان مسألة الكورونا ومشاكل الكورونا. حبيبي ناصر أهلا وسهلا فيك. طال عمرك. بالنسبة لمبسم الباي تتأكسد وعنده التنظيف ممكن يبغى في شوية أكسد. صحيح هذا مشكلة. شوف دائما حاول قدر المستطاع اتعب مو شوف بالباي لازم تتعب على شغلتين، خشب الباي والمبسم. المبسم ترى هذا يعتبر جزء أساسي في الباي. لازم يكون المبسم يقاوم الحرارة، مو بعد فترة يصير لوس. لذلك المبسم جزء لا يتجزأ من اختيارك للبايب. والبايب للأمانة كثر ما تدفع فيه فلوس تحصل، يعني كثر ما تدفع فلوس في البايب راح يرجع لك. ليش؟ إن الخشب ما يحتار، المبسم يكون من مادة وايد ممتازة، في ناس يستخدمون الكهرب، في 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 مباسم من أحجار كريمة على قولتهم. عطنا معلومات عن 5 بلند كانتريز. والله سؤالك ما فهمت يا طويل العمر. مزاج اليوم بوليفارد دبلوماتيك. تتهنى ادفع الفايب ولا تبخل. صدقت لا ما في شيء لك بإذن الله. بس شكلك حاسب الوقت. والله يا أخي حاسب الوقت لا تحاسبني أنا.
الجوليوس جوليوس قيصر ترى سيجار وايد طيب، انا جاوبتك وراح تجرب مره ثانيه. My mood tonight is white Churchill. تتهنى الحبيب يا ابو حسين، هل ممكن سيجار يسحب فيروس كورونا؟ والله شوف، فيروس كورونا مدخل نفسه في كل شيء. سيجار يبي فرقاه، بس هو الفيروس هو مدخل نفسه في كل شيء. مو عارفين، يقول لك على الكرتون يعيش 5 ايام، وعلى ما ادري ايش يعيش 10 ايام، وما ادري ايش. يا اخي فيروس عله، والله صدقت باقي 26 ثانيه وينقطع البث بالانستغرام، وراح نرجع لكم مره ثانيه. يطول باعماركم جميعا. اشوف سعر بايب الدافيدوف اوفر بس عشان الاسم. لا لا، كواليتي الدافيدوف وايد ممتاز، البايب الدافيدوف الكواليتي مالته وايد. Good evening. I am currently in England. I honestly, my cigar is experience is pretty bad. I've tried most shop, Geofrog, Debitoff, Havana House. All of these cigars have an impossible draw. Why? Usually, no different. Well, usually your question is right. The draw, if it's very difficult, that mean it's been the I think it's a mess, it's a matter of abuse story. Normally the abuse story, it will be a problem. So that's why you need to check the quality of the cigar, but when they come from Cuba, they come in okay. يا رب يا كريم. فصل الانستغرام وراح نعيده مره ثانيه، نرجع لكم طال اعماركم. بس الحين نسوي هالشغله. ايطالي سيفينيلي، اذا سيفينيلي اصلي ما عليك الا بالعافيه حبيبي. انت عندي ما في الا الاضاءه شارع فلسطين، هل باليوتيوب الاضاءه احسن من الانستغرام؟ اكيد الاضاءه اليوتيوب هو مشكلتنا، الانستغرام الكاميرا مالت الاب هي الاشكال. بس الحمد لله قاعد نعوض هني وهني. الذواقة منعوهم البلدية من بيع السيجار من كذا شهر، ليش؟ عسى ما شر، ليش منعوهم البلدية؟ صايدين عليهم شيء؟ نصيحة، أول سيجار أخذه خفيف، عندك هويو، عندك اتش اوبمان، او تقدر اي سيجار غير كوبي يكون خفيف.
حسين سؤال طال عمرك، ليش اشوف اليوتيوب ريفيوز عن نفس السيجار بس الريفيو تكون مختلفه من شخص لشخص خاصه بنوتات الطعم حق السيجار؟ سؤال وايد حلو. شوف حبيبي، البلت من شخص لشخص يختلف، لذلك دائما الشخص متذوق السيجار اللي هو متمرس في تدخين السيجار، يعني تعرفه من صار له سنين يدخن، دائما يعتمد الريفيو ماله. اما الشخص اللي توه جديد راح يكون الريفيو ماله شويه ضعيف، وبعضهم ترى ياخذ كوبي اند بيست ويغير ببعض الحالات. اما بالنسبه للنوت الشخص من شخص يتقبلها بطريقه ثانيه، لذلك بس 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 الريفيو الصحيح راح يلتقون ببعض النوت. هذه الفكره. اطلبوا من فرع يجيكم. عموما شوف، هي الحين الفتره الحاليه راح تواجهون مشاكل دائما في اماكن التخزين، في اماكن بيع السيجار، لان للامانه الفتره الحاليه هذه تعتبر فتره حرجه، لذلك الواحد لازم يستحمل شويه، لان ما تدري الشركات والتشحن والامور هذه وايد صعبه. فترة كورونا ما تقدر تعتمدون عليها لأن فترة وايد حرجة، والمستوردين السيجار صراحة قاعد عايشين برعب. طيب ابو حسين، ايش رايك بالكورم؟ الكورم يعتبر سيجار عادي، صدق هو من نيكاراغوا بس للامانه يعني يعتبر سيجار عادي، والفتره الحاليه ممكن الواحد يدخن الكورم ما في اشكال، لان الواحد ما يبي يتشرط يعني. احنا بالفتره هذه الواحد يحاول يدخن سيجار بحيث انه ما يتشرط.
لأن هذه فترة حرجة، والواحد يقدر يدخن أي سيجار يشوفه مناسب بالنسبة له، لأن بالنهاية الحين مو فترة إن الواحد يتشرط أنواع سيجار معينة، الجود بالموجود، بس قدر المستطاع إنه يكون سيجار حلو مزاجه صح. أنا طبعاً ما أنصح بالشورت فيلر، الشورت فيلر دائماً أقول في ناس يقول لك إحنا نستمتع فيه، بس أنا عده مضيعة للفلوس، لأن الشورت فيلر لا في بلند لا في شغلة يعني، فلذلك ما أنصح إنك تقط فلوسك على الشورت فيلر. يعني أنت إذا تدخن سيجار باليوم شورت فيلر، يفضل تدخن سيجار صح بالأسبوع أفضل لك. إيه نعم، هذا صاحبه بالأردن موجود وعنده أكثر من مكان يبيع السيجار، وأعتقد إنه راح اللي بالأردن موجود، أعتقد في أكثر من فندق هذا السيجار. الكهيبة من سيجلو 1 إلى سيجلو 6 نفس الشيء، فرق الحجم لا أكثر ولا أقل. لا مستحيل، المفروض ما يصير كذي أخوي خليفة. البوكس إذا يكون مضبوط ومرتب لازم السيجار كله نفس الشيء، لأنه بلند واحد وخلطة واحدة. الشورت فيلر يكون الشورت فيلر حق وقت مستعجل، بس مو في في أنواع سيجار، مو مثلا السيجاريلو أوكي، بس سيجار كامل مثلا شورت فيلر تقط عليه مهما شنو المبلغ اللي عليه حرام. السموحة والله إذا تعبتك يا أخوي من روحة لبنان، الله يعيدها إن شاء الله. صراحة الدرو ماله وايد ممتاز، الفليفرات البداية بيبري، بعد أعطاني دارك شوكولت، الحين يعطيني لذري. للأمانة لحد الآن يعتبر وايد ممتاز. الكونستركشن ماله ممتاز، بس احنا نتحرك وايد وما قاعد نشيك الكونستركشن، بس احاول اراويكم شلون يوصل الكونستركشن. توقيعنا اليوم لان صراحة لهيت ما جبت الولاعة، فقاعد نولع بالشبريت. والله شوف الاردن فيها ثقافة سيجار، بس فيها مشكلة سيجار. السيجار بالاردن وايد خفيف، الكوي ما عندهم ذاك القوة، بس هذا الشخص مدخن سيجار وحاب انه يستثمر في السيجار وسوى البلند خاص فيه، وللأمانة لكل مجتهد النصيب. فأخواننا اللي بالأردن جربوا وشوفوا، وطبعا مو دليل إذا يعجبني لازم يعجب الغير، لأن الفكرة الأساسية بالسيجار ممكن يعجبك وما يعجب غيرك. هلا أخوي سعيد من السعودية، كيف حالك؟ يطول بعمرك حبيبي. أخوي مشاري هذه طاقية من المغرب، أخوي مو موجودة هني، هذه طاقية من المغرب وهذه عليها شعار المغرب بعد، هذا يعتبر زي رسمي بالمغرب. وللأمانة المغرب بلد عزيز وصراحة ناس محترمين والحمد لله على كل شيء. شنو رايك بسيجار اخوان الاجواء النيكاراغوان سيجار مثل فوريا والاوليفيا؟ فوريا ما اعرفه، الاوليفيا سيجار ممتاز. شوف الاصدارات دائما اللي معروفه فاميلي بزنس، هذه كلها اصدارات مضبوطه. ابو حسين فيديو سيجلو طار دي 6، لا 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 ما يتقارن، البلند مختلف. السيجلو سيجلو ميدو او الميدو سيجلو هو يعتبر نص الكهيبة سيجلو 6. الله ينور عليك ويطول بعمرك العود، شو اخبارك؟ الله يعزك ويطول بعمرك، ناس تنحب ولا ايش رايك طال عمرك؟ شوف لو بنقعد نتكلم يا جماعة، لو بنقعد نتكلم مني للصبح، الكوبي لمحبينه والنيكاراغوا لمحبينه والدومينيكان لمحبينه،
بس احنا لازم ما نقارن يا جماعه. الكوبي مزاجه غير، والاروما مالته غير، الفليفر ماله غير، وكل واحد له مزاجه. يعني انت اقول لك شغله، يعني مثلا والمود ماله غير. فلذلك الله يسعدك ويطول عمرك يا اخوي، يطول عمرك يا سليمان ان شاء الله يكون نايم. لذلك دائما اقول يا جماعه الكوبي ما تقدر تقارنه في اي سيجار ثاني ولا النيكاراغوا. وثانيا في عند احنا ترى وايد نقول نشر ثقافه السيجار. نشر ثقافه السيجار يعني مثل ما في طائفيه بين البشر حتى سووها فيها طائفيه بالسيجار. يعني الكوبي هو الاصل والنيكاراغوا هو بيسري والامور هذه. لا يا اخو، ترى الكوبي له مزاج والنيكاراغوا له مزاج والدومينيكان له مزاج. الفرق شنو؟ الكوبي ترى في سيجار ولد حمولة وفي سيجار لا، والدومينيكاني في سيجار ولد حمولة والنيكاراغوا نفس الشيء. يعني احنا ما نقدر نقول الكوبي كله 100%، بجانب انه شنو، بجانب انه كله 100% في اذواق، كل واحد ذوقه غير. هذا يستمتع بالآثي فليفر، بالليذري فليفر، بالدرو. في شخص يقول لك والله أنا زهقت من الكوبي لأن حظي كله معاه سيجار يطلع مسكر، وهذه ترى نظرية صح. مشكلتنا الكوبي أول شيء إصدار كمية كبيرة، ثانيا اللي متعود يدخن الغير كوبي لما يدخن الكوبي يشوف الدرو وايد صعب. فلذلك الكوبي لما تدخنه جوه وايد حلو، مزاجه حلو. النيكاراغوا نفس العملية، بس الفرق إذا بتقول لي إن في نيكاراغوا مو مسكر وفي دومينيكا مو مسكر، لها ثلاثة غلطة، بس النسبة تختلف. أنا اليوم دخن سيجار زين عجبني وخذيته أوكي، يوم ثاني خذيته من شخص ثاني مخزنة غلط ويكون مسكر. بس ما اقول كل البراند احرق كل البراند، اقول لا والله ترى البراند هذا كله مو زين. فلذلك نحكم على الحاله نفسها، هاي الفكره. يعني انا اقول لكم لو نحط السيناريو هذا مره ثانيه، تخيل ان جي اف كينيدي ما حط امبارجو على كوبا، وكوبا الحين دولة حرة وتصدر على كيفها، صدقني ما راح تلقى ضرب مضارب على الكوبي. الحظر اللي صار على كوبا رفع من قيمة السيجار الكوبي بما انه سيجار جيد، بس رفع من طلب عليه داخل الدول. امريكا ترى سوق مثل البالوعة، لو الكوبي مفتوح على السوق الامريكي والله ما نحصل كوبي، ياكلون الخضر واليابس. بس الفكرة الأساسية عندك سوق قوي حق الحظر، سوى سوق قوي حق الغير كوبي اللي هو السوق الأمريكي. ولاحظ ترى الحين السوق الأوروبي والسوق العربي بدأ يفتح على السيجار الغير كوبي، لأن بدأوا بالدول العربية. يعني في ناس بدأت من يعني الكوبي شوف الكوبي موجود من نوم، بس الغير كوبي موجود شوف من التسعينات، من طلع دافيدوف من كوبا ودخل الدومينيكان، الدافيدوف موجود بالعالم. قول من الثمانينات اوكي كان في موجود الغير كوبي، بعدين دش الدومينيكاني صار دافيدوف دومينيكاني، بدا موجود غير كوبي بدول الخليجيه اللي هو دافيدوف، بعدين دش شو دانيل، بعدين دش شو دانيل زين، بعدين بدات بعض الشركات تسوق. الشركات السابقه اللي هو غير كوبي ما كان في عندها رغبه ان تدخل عالم الشرق الاوسط، فما كان في ذاك التوجه. بس بعد بالفتره الاخيره والعولمه والانستغرام والامور هذه والتواصل الاجتماعي، لا قالت فرصه خلينا ادخل، بداوا يدخلون الخليج. دخل دافيدو، دخل البدرون، دخل أرتورو فوينتي، دخل بقوة الأرتورو فوينتي. ترى الأرتورو فوينتي كان يعني أقول قبل 5 سنين 6 سنين ما كان موجود بقوة، الحين دخل بقوة السوق الإماراتي وبدأ ينتشر وصار لهم قاعدة قوية بالإمارات. البدرون
دخل السوق الخليجي وبدأ يصير بقوة بالإمارات وبالكويت وفي دول وايد، حتى في تركيا موجود البترون. فالفكرة الأساسية أن بدأت الناس تشوف بديل للسيجار الكوبي وتستمتع فيه، بس ما تقدر أنت تمحي الكوبي ولا تقدر تمحي النيكاراغوا ولا تقدر تمحي الدومينيكا، هذول موجودين، هذول عالم كبير. وعالم السيجار ترى عالم وايد كبير والإصدارات وايد كبيرة، بس بالنهاية شنو نقول؟ لازم الإنسان يجرب عشان يحكم، بدون تجربة ما تقدر تحكم على السيجار. نريد نقول مو دليل ان السيجار هذا يعجبني يعجب غيري، الذوق يختلف. هذه الفكرة. اللي يميز هذا يعتبر وسط لغوي، الريتيو هيل ماله وايد سلس ما يحرق الخشن، الافتر تيست ماله ما هو قوي، مع ان السيجار ترى يعتبر غامج ما هو فاتح، بس السيجار فليفره حلو والافتر تيست ماله حلو. هذا اللي يبي بحسين، وات از ذا ليذري فليفر؟ ليذري فليفر لما تروح تشتري بوك جديد او محفظه جديده، هذا ريحه الجلد، هذا هو الليذر فليفر. الأنستاسيا جربته مرة واحدة ويعتبر سيجار حلو، بس ما صار لي فرصة اني اعطي اتعمق فيه وادخن واحد ثاني طال عمري. انت قلت يفضل ما تشتري هيومدرات توكن بلد. والله شوف، اللي توه مبلش لا تشتري كميات، اخذ كمية كمية وجرب عساس تنوع وتفهم وتعرف شنو الانواع اللي مطلوب. شون تقدر نتواصل محمد؟ تقدر تدخل على، في عندهم اكاونت بالانستغرام تقدر تدخل معاهم اللي هو فينيسيا. اوليفيا لانسيرو، الاوليفيا اخوي وليد وايد ممتاز بس مو قوي اليوم، بس لانسيرو يعتبر اوكي. شلون الدرو بالنسبة لاوليفيا لانسيرو؟ والله يا اخوي عبد الله قاعد نحاول، وان شاء الله تهدى امور كورونا، ان شاء الله يكون عندنا اصدار حق الكويت بال 2021. قول امين. الجو المناسب اللي هو جو الاستوائي طال عمرك اخوي حسين حق زراعه السيجار. اي نعم، هذا كله انسى اسمه، الافتر تيست ماله اسد، اسمه اسد. الله يلوع تشد هالسيجار، والله زين. انا لانسيرو اخاف منه حتى لو غير كوبي، بس اذا صار الدرو ممتاز راح يصير مزاجه صح. سيجارنا اليوم يا بلاك روك اللي هو كانديجا من النيكاراغوا، لا اكيد مو بقليل، سيجار ولد حمولة اخوي وليد. تبي تتعلم شلون تكن، دق على فيبي بوريس يعلمونك شلون تكن طال عمرك. اخوي حسين مثل ورد، هل ندخن الفايب نفس السيجار ولا ايش افضل تباكو للفايب؟ اكيد في انواع براندات وايد حق الفايب، بس الحين بالوقت الحالي اساس المشكله سوق البايب بالخليج وايد تعيس، لذلك اقول يعني حاول قدر المستطاع انك تحصل الدنهيل او الدبيدوف، ترى وايد ممتاز. وميزه هذا السيجار الامانه، يمكن انا قبل احطها باليوتيوب ان شاء الله تبين بالصوره. شوف لما تسحب
شوف شلون يطلع الدخان من المبسم. هذا يدل على ان الدرو مسوينا صح والسيجار مزاجه صح. ابو حسين غير كوبي له وكيل بالكويت نفس مركز. اي نعم غير كوبي له وكيل بالكويت مثل مثل اي سيجار ثاني حبيبي. كان ديجا السلام عليكم حسين. وعليكم السلام طول بعمرك حبيبي الدنهل الرائع. عليك بالعافية أخوي. هلا 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 بدر شوني شو الأخبار؟ ليش كل هذا الحقد والقلع على شركات الزقاية ترك لها تجارة يا أخوي؟ ما في حقد والله، ما في حقد على شركات الزقاير، بس انت الظاهر وكيل مالبورو. الفكرة الأساسية حبيبي ما في حقد، احنا خايفين على صحتك، ما هو حقد. من يقول لك حاقدين عليهم؟ انت يا شوف ترى بيني وبينك احنا رقم بالنسبة لفيليب موريس وهذولي، ترى احنا ما نقدر عليهم. فيليب موريس هذه إمبراطورية اصلا، وثانيا ليش نحقد عليه؟ احنا خايفين عليك. احنا لا بس في واحد يقول ليش حاقد على شركات السجاير؟ انت قاعد تقنعني ان حاقدين على شركات السجاير. ذاك اليوم واحد جاي يقول انت قاعد تسوي دعايه حق شغله مضره وحرام، والسيجار احنا قاعد نقول يا جماعه لا تكنون، ترى السيجار مو زين، فوق قفط تلقاه فوق. فمو حاقدين على شركات الزقاير، بالعكس والله العظيم ما في اي حق. شركات الزقاير قاعد نقول شوف شنو قاعد تورد لك سم شركات الزقاير، شوف الاخوان بالسعوديه شنو وردوا لهم زقاير. يعني احنا تبينا ندافع عنهم ولا نشجع؟ ثانيا احنا قاعد نقول عطني شيء نظيف وقول لي لا تكين ودخل صح، واحنا هاي الفكره يعني. ثانيا احنا ما بيننا وبينهم اي شيء، والجماعة هني يحبون الكن. احنا شوف يبي كن يروح امستردام يا اخوي، هناك الكن الصح. بالكويت ولا بالخليج ولا بالامارات كن ما يفيدك، الكن هناك، روح امستردام وكن. اما زقايه وتحطش على كبدك وتحرق كبدك، واللي ايوه والله انك سبع، واللي ينتجون الزقاير ما يدخلون زقاير، بس يقبضون فلوس. ركبتي سيجار طيب طال عمرك. رد عليه هو يقول حطوا نشارة خشب، حطوا خيوط، ما خلوا شيء، ما حطوه بالسيجارة. فإذا أنت من شكله ما دي قفط والله العظيم، ما رد مرة ثانية أخوي بدر، بس شكله هذا من ربع فيليب موريس. المتهم فوق دوره فوق. لا ما حددت، تعرف شنو اقول وحسين؟ هل الميني سيجار له مدة ويختلف؟ لا ما له مدة، نفس السيجار ما له مدة بالعكس، بس اذا طولت ولا هذا ما راح يغير بالموضوع شيء. حبيبي يا بدر ايش قاعد تدخن اليوم؟ توك قاعد؟ سكة طويلة والبراءة غفار. وعليكم السلام وحسين. تجربة اللانسيرو الغير كوبي ما يخيب منك اكيد، بس ترى اللانسيرو الكوبي جبار اذا ياك صح يا اخي وليد، شغل عدل. إيه العب بالحلال يا بدر، العب. ما فهم شنو معوقات وكالة السيجار بالكويت؟ سؤالك يبيله سؤال. ليش عندكم بنفس وثقة اوكي، ليش عندكم يقين وثقة عمياء ان يحاربون السيجار؟ بدر كاهو صاحبك، بدر
ويقول هذا ام دات دبليو 88 يحاربون السيجار، عندنا يقين يحاربون السيجار. تدري ليش؟ لان كثر ما تروح، كثر ما تحط تاكس على السجاير او على التبغ، المشكله لما يحطون تاكس يحطونه على التبغ ما يحطونه على السجاير. فش يسوون اللي هم لوبيز السجاير؟ يقول لك ارفع تبون. تدري ايش كثر يعطون الاف دي اي سنويا؟ يعطون للاف دي اي سنويا 5 مليار تبرعات. هذه شركات السجاير. ويقول لك ترى ما احنا 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 ضد التدخين، واحنا مو حق اليهال والامور هذه، اوكي. واذا تبي ترفعون تاكس رفعوا التاكس. لما يرفعون التاكس ما يرفعونها على السجاير، يرفعونها على التبغ. من اللي تطيح فيه؟ تطيح فيه مصنعين السيجار. هم يصنعون ماس برودكشن، يعني السيجاره حتى ما لها قيمه ماديه. يعني السيجاره الواحده ما لها اي قيمه، ما لها قيمه ماديه. فشنو تحط عليها تاكس؟ ما ياثر. يعني بالكويت ينباع الباكيت بدينار، حتى لو صار بدينارين راح يشترونه، لان بلندر 5 دنانير، امريكا ما ادري كم. فلذلك هم مستفيدين من رفع التاكس. هذا الفكره. اما احنا حاقدين عليهم على شنو؟ هم قاعد يحاربون تجاره التبغ عن طريق تجارتهم هم، ويحاربون مدخنين السيجار، ويحاربون مصنعين السيجار. اما احنا لا لا، بالعكس. هم زعلانين، يقول لك هم زعلانين. يقول لك ليش ليش ما في اكثر من وكيل؟ الحين اجاوبك. هم زعلانين، يقول لك انت محل تباكو، مو محل سيجار، نقول انت محل تباكو، ليش ما تبيع سجاير؟ ويعرضون فلوس بس على محلات السيجار عشان بس يحط ستاند، مو يبيع سيجار بعد. المدواخ مو صاحبي طال عمرك. اما بالنسبه اللي قاعد يسال ليش ما في وكالات بالكويت وفي في احتكار، ما في احتكار حبيبي. قرقش فلوسك واخذ وكاله، او اخذ توزيع. اساسا ما في وكالات الحين كله موزعين. قرقش فلوسك واخذ. ومثل ما قلت لك ترى عمليه اللكاسه هذا فرانشايز، تتفق مع الديستريبيوتر وتاخذ. بس ترى شيله صعبه، مو شيله سهله. يعني مو بالسهاله انه يكون الواحد موزع للسيجار. شيله وايد صعبه، وتدخيله وتاكس والامور هذه. بس اذا انت قد شيله توكل على الله. هذا الميدان يا حميدان. ترى هي المشكله. انا اقول لك شغله، اللي قاعد يبيعون بالشنطه بالكويت مو لأن مو قادر يطلع ترخيص، لأن ما يبي يدفع تاكس. يعني تخيل أنت تي بتفتح محل يكلفك مثلاً 100,000 دينار، حلو، وتبي تعبي سيجار ب100,000 دينار. تروح تطلب سيجار ب100,000 دينار، تدفع لها 100,000 دينار ثانية حق الحكومة عشان تدخلها. فالشيلة ترى ما هي سهلة، ولا كان العملية صارت سهلة. لا. شوف خي، ما عندك هيومدر وعندك بوكس سيجار، اسهل شيء انك تقط بوفيده داخل البوكس وتدخن. والله صدقت يا وليد، اللانسير والكوبي للامانه من تجربتي. وش السبب؟ بعني كان راس المالفه. شوف، يعني كم تبغي فلوس للتوزيع؟ ما تبغي. لا 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 يا خيي، مو تبغي. شوف، يعني انا قاعد اوجه كلامي للسكرام ونسيت اللاب. هي تصير العمليه مو انك تاخذ فلوس عشان التوزيع. انت تبي تفتح الحين محل كاسه، تروح تختار مساحه، تسوي ديكور، وتاخذ الكروكي اللي بالبرنت، وتروح له تقول له ترى انا عندي مساحه كذا وابي اوزع السيجار الكوبي. تاخذ الحقوق مالت اللكاسه، تدفع برسنتج بالسنه حبيبي على مبيعاتك، ولازم سنويا تاخذ كميه سيجار معينه سنويا. ما لي شغل انك بعت ولا ما بعت. يعني مثلا نقول انت فتحت محل لكاسه، مساحتك مثلا نقول 100 متر،
دفعت فيه 100,000 ديكور، الحين تبي تبدأ المشروع، تبي تشتري سيجار، يقول له ترى سنويا عندك كوتا لازم تاخذ 300,000 دولار. حلو، مالي شغل تبيعهم ما تبيعهم، لازم تاخذ 300,000 دولار. ال 300,000 دولار لما تجيبها حق لك حق بلدك راح تدفع عليها تاكس، تضربها باثنين. حلو، وتشتغل. هي مسألة فلوس ترى، ما هي تعجيز، العملية وايد سهلة. بس انا اقول لك شغلة، انت راح تاخذ سيجار وما راح تقدر تبيعه، لان الكمية اللي تاخذها هو ما يقارن ما يوازنك عشان الكويت. يقول لك والله ترى انا ابي مبيعات مثلا، ابي نسبة مبيع، انا اعطيك مثال عشان اسهلك يعني. انت راح تبيع، يقول لك انا ابي منك 25% من مبيعاتك السنوية. طب انت ما قاعد تبيع وقاعد تخزن سيجار، خذيت 300 اول مرة، والسنة الجاية خذيت 300، وخذيت بعدين ثانيا. الفكرة الاساسية عشان كذي تلاحظ ان محلات السيجار ما يجيب السيجار. فهذا الفكرة، الشيلة ما هي سهلة. الشغل بالسيجار مو مثل الشغل بالمعسل، تجيب لك سطل هالكبرى وتقسمه وتبيع الراس بدينارين وثلاث دانير. السيجار يبي رطوبة ويبي عناية ويبي حرارة ثابتة ويبي تدير بالك على الشغل ويبي لك ناس تفهم وتدير الموضوع، وبالنهاية يجيك واحد تاجر شنطة يفرق عنك دينار يطقك بالطوفة. فالفكرة الأساسية، تبي تفتح محل سيجار، روح حبيبي إسبانيا، روح إيطاليا، روح فرنسا، روح سويسرا، افتح محل سيجار الناس تفهم وما تقعد تأذيك بالسعر. بدول الخليج الكل قاعد يحاربك، الحكومة تحاربك بالتاكس، والزبون وتاجر الشنطة يحاسبك، والسوق وعدم التدخين في كل مكان. فهي العملية ما هي سهلة، مو بس إن أنا قرار إني أنا بيصير وكيل أو موزع سيجار يعني. كوهيبا سيجلو يا طويل العمر، اللي هو من سيجلو 1 لسيجلو 6 هذا يعتبر خط ويعتبر كله وسط. الوكيل لكاسد الهبانش، وحاط اللوجو في المحل. المشكلة أنا ما عرفت الذواق إلا لما تعمقت بالسيجار، ولا أقبل ما أسمع. مساء الخير. شوف بالسعودية، عشان نخلي نقاط على الحروف، الموزع الرسمي اللي هو البيت الكوبي. ممكن بعض الشركات تجيب سيجار من برا تدخله عن طريق خط ثاني، بس الذواقة من 1980 اشتغل كان محل حلويات أساسا، يعني مو سيجار خاص، يبيع حلويات ويبيع سيجار. أما البيت الكوبي تخصص سيجار وشغله ماشي وعلى حسب الأصول. حسين تريداد يختلف عن البقية، جدا يختلف. والله شوف، الخط اللي ترينداد خط عام ثاني بروحه. فعشان كذي يا جماعة مو سهلة يقول والله الواحد أنا ببطل محل سيجار ولا صعبة. هذا الميدان يا حميدان، وقرقش مخباتك. اي والله يا بدر قنعت. هل السيجار الكوبي سيجار يشكل عام مريض؟ هل السيجار الكوبي او السيجار يشكل عام مخصص اللي دخله عالي؟ لا لا يا اخوي، ما له شغل، سيجار حق الكل. اوكي، في شخص قاعد يسأل يقول الوان الرابر، الوان الرابر بالكوبي ما تفرق معاك شيء، بس في غير الكوبي لا يفرق. غير الكوبي في المدورو وفي الأوسكورو. اوكي، فالفكرة الاساسية في الكوبي الالوان ما راح تأثر معاك شيء، بس بغير الكوبي لا، اللون لدلالة على قوة السيجار. هل اسهل عندك تصريح فندق؟ كفو يا بدر، كفو والله. ايش المفروض بالسؤال، انت من وين تشتري؟ انا من وين اشتري؟ اشتري من محلات السيجار طال عمرك. وحسين شنو المستحضر اللي استخدمه للحية؟
في عندي اكونت، في عندي بوست موجود بالانستغرام المستحضر حاطه خيي، راح تشوفه. ما ابي اسوي دعايه حسين، ممكن يوم من الايام تدخن سجاير؟ لا فالك، ما قبلنا طال عمرك، هذا زمن راح ولن نرجع اليه باذن الله تعالى. العفو ابو حسين، شنو هالسيجار اللي مكتوب عليه KSA؟ KSA اصدار حق الامير خالد بن سعد، وهو سيجار خاص فيه وليس للبيع وانما للهديه اكثر ولا اقل. يا ابو حسين الوكيل بالسعود، احمد الوكيل بالسعوديه، ليش تزعل؟ انت وكيله، انا قاعد اقول لك الكلام الصحيح. الوكيل بالسعوديه البيت الكوبي، الذواقه ابدا مو وكيل لاي نوع سيجار. طيب يا اخي لا تزعل يا ابو حميد، اذا انت مقتنع ان ذواقه هم الوكيل ما في اشكال. الفكره الاساسيه انا قاعد اكلمك من معلومات عندي، اذا انت عندك معلومات جديده بس ما تفرق. عموما سواء الذواقه ولا البيت الكوبي ما راح يفرق، ان شاء الله كلهم خير وبركه والله يوفقهم جميعا. بحسين لو تعرض سيجاره لا بتاتا. اصلا انا بيني وبينك يمكن الاخ اللي مساح يقول قاعد حارب السجاير، انا ما احب اقعد مع مدخنين السجاير حتى لو يزعلون مني، هم عارفين طبعي انا ما احب مدخنين السجاير، مو على اساس انه والله انهم ناس مو زينين، بس فكره يعني ليش اقعد يم مدخن سجاير. ومدخن السيجار لما يقطع السجاير يشم ريحه السجاره مثل السم، فما يقدر يقعد يم مدخن السجاير. كلهم خير وبركه يا اخي، ندري البيت الكوبي افضل شيء بالنسبه لك، وفي ناس عندهم الذواقه افضل شيء، فما نبي ندخل في جدال ايه الافضل. ان شاء الله كلهم خير وبركه، كلهم يخدمون مدخنين السيجار. What is the difference between cigar color and cigar humidor؟ اوكي. سيجار كولر هذا مبرد، سيجار هيوميدر، the cigar humidor is cooling and humidification. Well, the cooler is only giving you cooling without a humidification. أرتورو فوينتي يعتبر قوي أو خفيف؟ حسب الإصدار طبعا عمرك. في إصدارات كثيرة، أرتورو فوينتي عالم عود. ما شريت أول شغلة، ما شربت رجمول ولا دخلت سيجارة. السيجارة أنت تحرقها ولا أغير عليك أي شيء إذا أنت نادر. أول شغلة ما شربت رجمول ولا دخلت سيجارة. بدر انت من قاعد ترد عليه؟ داش عرض حوارك حامي. شو الحوار الحامي يا بدر؟ ريح شويه، كول داون ماي براذر. راح اي نعم، البث راح ينحفظ على عمرك، موجود على اليوتيوب. الله يكرمك يا اخوي، لا تدخلنا بمتاهه، يشبون علينا الحين، انت تفتح لنا باب ما يتسكر. ابو حسين كيف تحفظ السيجار في البيت؟ لازم يكون عندك هيوميدر، واذا ما عندك هيوميدر لازم يكون عندك على الاقل بوفيتا تحافظ على رطوبته. بدر الراشد يكلم واحد يدافع عن السجاير. اوه انت ليش كله ما نذكر اسامي؟ ما نذكر اسامي يا حسين. حسين يصلح سيجار مع البيبسي؟ عزيزي انا دائما قلت مدخن السيجار أفضل شيء مع سيجار اللي هو الماي، بعد الماي يجي القهوة الإسبريسو أو القهوة التركية، بعدها يجي طال عمرك أي شراب فريش فواكه. في ناس يشربون بيبسي، في ناس يشربون ريد بول، في ناس يشربون السوالف، أنا أحس أنها تأثر على طعم السيجار خليك ما تستمتع.
لو ما عندي هيومدر ومعاي بوكس سيجار كيف احافظ عليه؟ يا اخوي عبد الشافي مالك الا كيس ترطيب يطول بعمرك. اخواننا باليوتيوب لا ينام، ادخن سيجار واحد يطول عمرك. طيب جربت تشرب بيبسي مع سيجار؟ لا، انت اذا عرفت السبب بطل العجب طال عمرك. هي الفكره ليش تبي تجرب؟ واليوم جوي كان مونتي كريستو بتيترو، تهنى يا طويل العمر. تنصح بسيجار ايطالي اخذت منه كميه وهو مشابه للكوبي؟ ارجو الرد. لا، الايطالي ما هو مشابه للكوبي، وسيجار يعتبر حاكم وسيجار طيب وعليك بالعافيه. صدقت يا باك روك، والله صدقت يا ابو عزيز. عموما يا جماعه احنا الفكره اختلاف وجهات النظر لا تفسد للود قضيه. هلو ايفريون، هوب ايفريون سيف اند هيلثي. ثانك يو ماي فريند، هاو ار يو. محلات اللاكاسا تعتبر فرانشايز وموزعين للسيجار. درول كاماتشو مدور مفتوح ويخوف. صدقت يا طويل العمر، اقدر ادخن سيجار ثاني يوم اذا طفت ولا ثالث يوم؟ لا يا اخوي، السيجار اذا ولعته لازم تخلصه خلال اليوم يطول بعمرك. الكونستركشن لانه طفى، شوف الكونستركشن، شوف العاش شلون مربوط. دائما نقول يا جماعه لا تشترون سيجار وايد اذا ما عندكم تخزين، لان بالنهايه راح ينتلف السيجار. فانت وسط تقدر تدخن الروبوست طال عمرك، ربين الروبوست وايد ممتاز، جربه. اذا ما عندك تخزين لا تشتري كمية سيجار، راح ينتلف. والفكرة الأساسية مو القصد إنك تكود وإنت ما عندك تخزين. فإذا تبي تدخل تذكر يا بدر قول على التوب المدورو. فأنا دائما أنصح الشخص اللي ما عنده هيومدر لا يشتري كمية سيجار أكثر. مساك الله بالسرور يطول بعمرك. اخواننا اللي باليوتيوب وينكم يا اخي؟ وينكم وينكم؟ يصير اخزن سيجاري عندك بالمحل؟ من يقول لك عندي محل براكو؟ ليش تتكلم؟ ما عندنا محلات طال عمرك. انا قريت مقال بعد يقول اذا انتحر واحد إذا تحاور مع واحد اهدى يا بدر وش السيجار دخنه؟ واتمنى تجربة سعيدة. والله يا اخي هذا السيجار اللي قاعد اخذ اسمه كونديغا من نيكاراغوا، وصاحب الشركة موجود بالاردن، والسيجار موجود بالاردن. محلات سيجار المعروفة بتركيا شنو اسمها؟ ما في محلات سيجار، كان في محل واحد رسمي اللي هو اللاكاسا، والحين مسكر عندهم مشاكل مع الحكومة. أتمنى أن هلا أبو صلوح الوطيس حامي اليوم، أتمنى أنه يفتح. ففي تركيا ما في محلات رسمية. البث متأخر؟ لا والله أنت اللي متأخر يا أخوي عبد العزيز، مساك الله بالسرور يطول عمرك. أخوي عمر محمد عمر من السعودية على رأسي، الله يطول بعمرك. والله تتهنى يا التميمي، كيف حالك؟ الله يسلمك. صباح الورد مولانا، الله يطول عمرك. تكلمنا عن موضوعك اللي امس يا العضيد، وافلجنا الصدور بكل ما انت بقيت البحث على قولتهم. هذه اشاعات طال عمرك، اشاعات. من يقول العجيب؟ وحسين ايش رايك بسيجار برتقال شورت؟ والله يا بلاك روك البرتقاس شورت انا ما جربته، انا جربت السينيور ويعتبر حلو، وسط مزاجه حلو على حسب الوصف.
بدر خف يا بدر خف، يعني سيجارك اليوم ما ينباع أونلاين؟ والله ما أدري إذا السيجار هذا ينباع أونلاين، بس تقدر تدخل على عندهم أكاونت بالإنستغرام، وأنا حاط الأكاونت مالهم، تقدر تسألهم، ما عندي خبر والله. أوكي، مساحة التخزين الكميات 40، شنو تنصح كريم؟ والله شوف خي، في عندك موجود في الأديرين عندهم كابينت حلو وصناعة ألمانية، أما حق 400 سيجار عندك اللي هو الليبري الألماني 1988، هدي اللعب يا طويل العمر. في محل في سيشل بارك في اسطنبول بالدور الأرضي يتم تسكر، هذا طال عمرك مو اللاكاسة، هذا قصدك اللي بتركيا مو اللاكاسة، غيشن اللاكاسة اللي موجود تحت تسكر أبو صلوح. يا رب ارد علي، ارد عليك. شنو سؤالك يا سيجار ما ادري ايش؟ لو سمحت، شنو الفرق بين السيجار مول في اسطنبول؟ السيجار مولد اللي هو طال عمرك اللي يصير أخضر، والبلوم يصير أبيض ونقاط متفرقة، أما المولد يكون مثل المزارع كذي خضرة وهو عفن، وهذا السيجار ينتلف وقطة برا. How is your day? My day is very great my friend. I'm smoking Candega cigars. والله شوف مو لكاسة، مو لكاسة أنا ما أضمن، تركيا فيها وايد لعب عشان كذي. وش رأيك العضيد؟ شوف عضيدي بالنسبة لل الهيومدرات الكهربائية، أنا أنصح بالألماني اللي هو الليبري، وفي عندك بعد الأدريني، أما الباقيين كلهم شغل الصيني وفيهم مشاكل وايد والله يا العضيد. علي اوكي طال عمرك، ينفع احط 3 بوفيدا 60 جرام؟ لا يا اخوي، 60 جرام حق 25 سيجار بس واحد، 3 راح تدش بالطوفه. اخوي علي انت تبث بموقع ثاني لانه يشوفك تقرا وردود ماني شايفه. عبد العزيز قاعد نبث لايف على الانستغرام وعلى اليوتيوب طال عمرك. هذا اللي شلون اقدر احصل على سيجار بالعراق؟ بالعراق مالك الا اربيل طال عمرك، هذا اربيل او سليمانية موجود محلات تبيع سيجار. نبي حلقة متخصصة بالمقصات. والله يا اخي شوف، ترى لو تدش على القناة راح تلقى وايد فيديوهات عن القصاصات وعن الامور هذه على قناتي باليوتيوب، راح تقرا. ابو حسين في نظرك السوق السيجار بعد الازمة؟ شوف انا توقعاتي السيجار بعد الأزمة ما راح يرتفع من ناحية المنشأ، الارتفاع راح يصير داخل الدول، الدول اللي راح ترفع الضرائب وتحط ضرائب إضافية، لذلك راح يصير ارتفاع. ما أمزح من عندي، بس ما أدري ليش عندكم نرجسية زايدة. أخوي ليش قاعد تتهمنا بالنرجسية؟ ليش؟ شنو سوينا لك طال عمرك؟ أبي منطقة أربيل أنكا وصعيد، أنا ساكن أربيل. أربيل فيها محلات سيجار على ما سمعت، والله أخوي الكمار هناك ويقول لي إن في محلات يوزعون سيجار. وفي وكيل اللي هو نفس وكيل الإمارات موجود، قصدك يزرعون طبق سجاير وليس سيجار بإيران طال عمرك. جماعة دائما نقول، دائما خلوا حواراتنا تكون على مستوى الراقي، الفكرة الأساسية. والله يا أخي بدر هدي اللعب. عموما أخواننا باليوتيوب، هاي دومنتيري هذا بعد نفس البيبسي والكولا طال عمرك، هذا ما في حكي.
والله يا اخي ما عندنا محلات طال عمرك، كل شيء مسكر. حسين الله يسعدك ويطول عمرك. انا اقول له الله يسامحك، ما دام قال احنا نرجسيين والله اقول له الله يسامحك، ما عندي رد عليه صراحه ولا ابي اصك بلوك ولا الامور هذه، لان انا ما صار الحوار بيني وبينه. صالح حسين عندما الله يسعدك يا دريجي، فمدام قال احنا نرجسيين فالله يعين على نفسه. كوابه ما يصلح للمبتدئين خيي، قوي واحد راح يدششك في الطوفه حبيبي. طول عمرك الله يعزك يطول بعمرك حبيبي. زين اخواننا باليوتيوب شلون ايامكم؟ شلون سيجاركم اليوم؟ الله يدعم. والله يا اخي شوف بالنسبه لشلون تقدر تميز بين السيجار والسيجار، هذه ما تصلح باللايف، لازم الواحد على الطبيعه تكون قاعد ويمك مدخن وتدخن وتبدا تاخذ وتعطي بالاسئله، فهذه الفكره الاساسيه. اما انك تقول بلايف برودكاست شلون يصير ما راح تضبط طال عمرك. فالفكره الاساسيه دائما نقول ان السيجار عالم خاص وفي وايد حيثيات، ولازم تكون انت تجرب عشان تستمتع وتعرف كل اللي موجود فيه والامور هذه. فالفكره الاساسيه الله يطول عمرك، الشرف لي. الله يخليك اخوي عادل ديفيدوف ميلينيوم، تتهنى يا اخي، هلا بيك يطول بعمرك. جريت علي ام سموكينج بارتغاس ميلي فلير، ذاتس جود تشويس ماي فريند. الله يطول عمرك اخوي كميل، كيف حالك؟ نرجسي يرد على كل احترام، الله يطول عمرك. شو تسوي يا اخوي؟ الحمد لله على كل شيء. وين تشوف ثقافة السيجار في الوطن العربي خلال الفترات القادمة؟ والله يا اخي شوف، قاعد نشتغل على ثقافة السيجار من 2006 وداشين بالطوفة. واحد يقول لك نرجسي، واحد يقول لك انت قاعد تشجع على الحرام، واحد يقول لك انت قاعد تسوي دعاية والامور هذه. والله العالم العربي صعب، بس احنا ماشيين على قولتهم، ودائما اقول احنا القافلة تسير. وين تشوف ثقافة السيجار؟ والله جاوبتك يا اخوي بلال، ان شاء الله يكون البوليفار رويال. تتهنى يا اخوي، ان شاء الله ثقافة السيجار تطور. شوف ثقافة السيجار متى تصير اعمق وقوية؟ لما يكون في فيدباك حلو ويكون في مصداقية في العملية. يعني الشخص، الفكرة من البلاتفورم او المنصات هذه، سواء بالانستغرام ولا سواء باليوتيوب ولا سواء بالتيك توك، تنزل بالتيك توك، تيك توك مسخرة. منصات التواصل انت شلون تستخدمها هي الصح، شنو قاعد تقدم بمنصة هي الصح. فالفكرة الاساسية، انا ظليت فترة يقولوا لي ليش ما تنزل ما تستخدم، انا ظليت فترة ما انزل على التيك توك، بعدين نزلت، ودائما فيديوهات تكون مرجع، دائما تكون مفيدة. فالمنصات اذا صاحب المنصة هذا يبي يستغلها صح، هلا اخوي عبد الله يطول بعمرك، استخدامها صح، مو استخدام لا لدعاية ولا لفشخرة، بحيث ان تعم الفائدة للآخرين. يعني انت ما تبي تسوي، شوف ما دام تدور شهرة في منصات التواصل هذه ما منها فائدة. يعني الفكرة مو انه يكون عندك متابعين كثر ما يكون عندك، انا اقولك 100,000 خربوطة ويهال وما يفهمون ما يفيدونك كثر 10 اشخاص ناس تفهم وتبي تستفيد. فالفكرة الأساسية من منصات التواصل، احنا انا بالنسبة لي قاعد استغلها للتثقيف،
لا استغلها لا لمبيعات ولا لعروض ولا لفشخره ولا لفولورز. بالنهايه الناس قامت تشتري فولورز على اساس انه يقول والله ترى انا عندي فولورز. عندك فولورز وما عندك يعني محتوى مضبوط ما منه فائده. لذلك الفكره الاساسيه كان الطرح باليوتيوب اول شيء انجليزي، وبعدين حولناه للطرح العربي. الانستغرام قمنا نطرح عربي وانجليزي، نحاول قدر المستطاع نرد على كل الاسئله. في اسئله وايد مكرره بس نحاول قدر المستطاع يعني المستطاع ان نرد على كل الاسئله. نحاول نوثق كل اللايف بحيث انه يرجع الشخص يقدر يطالع. يعني بالفتره الاخيره هذه اللي هي ليالي رمضان ساعه كامله قاعد احطها باليوتيوب، مره ساعتين نحطها باليوتيوب. الفكره ان الشخص يرجع ويتعلم، لكن ان الواحد يستقل المنصه للدعايه ما منها فائده. ما, ما 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 تقدر انت تعمم ولا تقدر انك تقول والله الناس كلها لازم تصير كذي. بس في ناس يستقلون المنصه صح وفي ناس يستغلون المنصة غلط. بالنهاية الفكرة الأساسية إن الجماعة اللي باليوتيوب يستفيدون، وبالنهاية الجماعة اللي بالإنستغرام يستفيدون. نحاول قدر المستطاع نوازن بين الإنجليزي والعربي، لأن بيني وبينك شريحة الإنستغرام عندي أغلبيتهم إنجليزي، العربي قليل. لذلك أحاول أوازن. باللايف أنا كنت أقول ما أبي أطلع لايف لأنه ما في كنترول، في ناس وايد تدخل عليك تتغلط عليك والغلط يبين. يعني بالانستغرام يمكن باليوتيوب ما يبين اللي قاعد يكتب شنو، ما يشوفه باللايف، بس بالانستغرام يغلط عليك والكل قاعد يشوفه يغلط عليك. يعني احنا صلينا الحين صلينا 6 7 ليالي نقعد نسولف وقلبنا مفتوح وحبيين، ويجيك الاخ يقول لك انت نرجسي. ما ادري على شنو نرجسي، وريال لابس قعفيه ولحيته طويله وقاعد اخن سيجار نرجسي، لو لابس بدله وقاعد اتكلم كذي واقول انت وانت عايش يصير. الحمد لله على كل شيء. عموما انا مستمتع بها اشوف للامانه، يعني سواء في ناس يمكن ما يفهمون ان شاء الله، انا التواصل معاكم هذا استمتاع. يمكن البدايه كانت شويه قويه لان لحد الان ارد واقول انا تواصلي عن طريق الانستغرام واليوتيوب، احاول قدر المستطاع اني انا اوصل لكم رساله صح. في ناس وايد يزعلون لما اقول لهم لا تكن تراني شايفك، في ناس وايد يزعلون يقول والله اقول لهم الزقايف ترى مضره. انا اقول لكم انا اقول مضره، انت ليش زعلان؟ انا اقول لك لا تكن، انت ليش زعلان؟ انا اقول يا ريت تقطع الزقاير، مو معناته اقطع الزقاير وتعال دخن سيجار وتعال انا اعطيك سيجار واعطيك سعر، لا لا بالعكس، اقطع الزقاير عساك ما تدخن اي سيجار ان شاء الله ولا تدخن، بالعكس. انت اهم شيء انك تستمتع وتاخذ بوست مضبوط وتستفيد من المحتوى اللي قاعد نثيره هذا. الحمد لله على كل شيء. المهم الفكرة الأساسية في نقطة بالنسبة للجماعة، في ناس يقولون ليش ما تسوي البث يومي؟ احنا نحاول قدر المستطاع ان نعطي مجال البث، اذا سويته يومي راح يختلط الحابل بالنابل. احنا لما ننزل ستوري مثلا بالانستغرام راح تظل يوم كامل وبعدين تمسح ويدخل عليها بوست جديد. باليوتيوب نحاول هم بعد ننزل البوست على اساس الناس تشوفه ويرتاحون يوم اللي ما شافه يشوفه، على اساس لا يصير عندك تراكم. فالجاب هذا اليوم واحد وايد حلو. الفكره الاساسيه منه ان نعطي فراغ بحيث ان الشخص اللي ما شاف البث اللايف يرجع عليه يشوفه بالستوري او يرجع عليه يشوفه بالبوست على اليوتيوب. اما اذا سوينا يوم راح يتراكم. ثانيا نحاول قدر المستطاع باليوم الفراغ نشوف الاسئله، نشوف شنو قاعد نقول اليوم الثاني، نغطي بعض الاسئله اللي موجوده بالدايركت. كثير ناس ما اجاوب على الدايركت اثناء الحوار. الله يخليك ويعزك ويطول عمرك يا اخوي احمد من مصر، اهلا وسهلا فيك. احاول قدر المستطاع اني اخذ الاسئله واحتفظ فيها بحيث اني اجاوبها بالبوست الثاني. الناس الاساسيه ان نحن كلنا نطلع مستفيدين. فاتمنى ان بوستاتنا تكون مفيده. في شخص سالني على الجهاز مال قياس الرطوبه، يا ريت نكون نلقاه
على اساس ان نراويكم شلون شغله وشلون مضبوط. انا كنت حاسب حسابي انه موجود بالبيت بس طلع مو موجود بالبيت، فان شاء الله نحاول نحصله ونسوي عليه بوست ونمتع الجميع بالجهاز اللي هو الجهاز اللي يقيس الرطوبه مال السيجار. عليكم السلام ورحمه الله. لازم يا اخوي تدخن سيجار خفيف على اساس تاخذها درجه درجه وما تتضايق من ريحه السيجار. بريك هاوس جربته، بس انا اقول لك اذا انت تبي تشتري البريك هاوس على اساس انك تستمتع فيه، في وايد اصدارات افضل من البريك هاوس. اذا عجبك يعتبر سيجار زين. بالنسبه لي انا مقارنه اللي بدخن البريك هاوس في احسن منه. عشان كذي حسين، هل في السفر يعتمد كم سحبه سيجار؟ يا ريت تشرح السفر. بالسفر طبعا في كل دول العالم يعتمدون ان تقدر تدخل بوكسين زياده راح يحاسبونك. في دول تختلف، في بعض الدول مثل عندك هونغ كونغ ما يخلونك تدخل الا سيجار واحد فحسب قانون الدوله. اما اذا انت مسافر ماخذ 5 10 معاك ما راح يحاسبونك عليها. هذه الفكره الاساسيه. السحب دائما انا اقول دائما لا تخلي سحبات متتاليه ولا تكون تدخينك سريع على اساس انك لا تتضايق ولا ترتفع عندك نسبه النيكوتين. الغليون شنو رايك في طال عمرك؟ يا اخوي هيثم في بوست كامل عن الغليون راح تشوفه في قناتي، صدقني راح تستفيد منه كثير. والله انا يا طويل العمر انا لا افضل لا الشيشه ولا البيب ولا الايكوس ولا السجاير ولا الجراك. انا اقول تبي تدخن تبغ صح ونظيف خليك على السيجار، ما تبي تدخن احسن بعد لا تدخن. هلا حبيبي من لبنان كيف حالك؟ يطول عمرك هوي مجدي. فلذلك احنا ما نقول لك يا ابن حلال اقطع الشيشه ودخن سيجار، قاعد نقول لك لصحتك الشيشه ما هي نظيفه والفيب مؤثر والايكوس نفس السجاير ولاتكين تراني شايفك. لما تشب الكبريت خلي السلفر يروح بعدين ولع. قوانين بالنسبة للمسموح في المطارات ترى موحدة ما عدا هونغ كونغ، أغلبيتهم في قوانين بالنسبة لإدخال السجاير وفي قوانين بالنسبه لادخال السيجار. وحسين اسف اني جايز قبل اسئله الميني عادي قال معاي من 10 ل 20 يوم مع العلم ان عندي هي مدر. الميني عادي ترى ما في اشكال انه يظل مده طويله بدون هيومدر خاصه لما تحطه بالثلاجه، هذه الفكره الاساسيه. اما السيجار لازم تحطه بالهيومدر، هذه الفكره. واذا حطيت الميني بالهيومدر حط الميني بالعلبه مالته، هذه الفكره الاساسيه. في سؤال تذكرته اليوم سالني واحد يقول دائما انا لما اشتري السيجار التيوب افتحه القى الملح عليه. يا جماعه احتياط واجب لما تشتري سيجار اللي هو التيوبات، شريت بوكس 25 سيجار، حاول تفتح كل التيوبات وتشوف اذا عليه ملح وتنظفه وتحطه بالهيومدر. اساس تعرف انت لما تاخذ السيجار من المحل احتمال يكون عليه ملح داخل التيوب. وانا انصح دائما طلع السيجار من التيوب، لا تخليه بالتيوب، خليه طلعه من التيوب وخلي السيجار يرتاح بالهيومدر وكل والملح اللي عليه لازم تشيله. ترك الملح على السيجار راح ياثر على الايجنج مال السيجار، لان الفكره لما يصير طبقه الملح هذه لما تصير على الرابر راح تسكر التنفس مال السيجار. فدائما استخدم فرشه وامسح الملح اللي على السيجار وفالك طيب. طبعا وصلنا لنهاية الساعة الثانية من الانستغرام وراح ينقطع، راح نرجع معاكم عشان نختم.
بإذن الله. ليش لا؟ رجعنا ربعنا اللي بالانستغرام مره ثانيه على اساس نختم. لازلنا مع الكونديجا سيجار، والامانه المزاج وايد حلو. والله يا اخوي احمد ما عندي خبر عن سوق السيجار في موريتانيا. انا يعني في دول كثيره اجهل شنو الاسواق اللي موجوده فيها، لكن يبي لي ابحث، وان شاء الله اذا صار عندي معلومه راح اجاوب. الله يطول عمرك حبيبي، يطول عمرك يا اخوي من المغرب اخوي سام، ويطول بعمرك خليك. فلذلك ما عندي معلومه حق السيجار اللي موجود بالمغرب بموريتانيا. يا اخوي حسن، متى تجي لك الباز؟ الباز هذه الباز هذه اللي هي ارتفاع نسبة النيكوتين في الدم. فإذا شفت ان حسيت بالباز، حاول تكثر من الماء او تاكل كاكاو او تشرب قهوة. وكيل سيجار في ايران؟ اي نعم يا اخوي حسن موجود، واللي هو نفسه محبي اللي هو وكيل موزع السيجار في الامارات، هو الموزع بالنسبة لايران وعمان والامارات. في اصدار ديفيدوف خاص حق دبي دخنته من قبل؟ لا والله ما عندي خبر بالنسبه له. والله الله يطول بعمرك، يطول بعمرك ويخليك. والله لو الوقت يمشي، الحمد لله على كل شيء. بس للامانه اليوم الحوار كان وايد حلو. لافلور دي نيكاراغوا، لافلور دي نيكاراغوا، لافلور دي نيكاراغوا. والله اشوف الاسامي وايد، لذلك لازم اعرف السوفا. دز لي الصوره على الدايركت يمكن اشوفها. البدرون ما مر على الريبل، هل يفرق من الطعم والبند؟ اكيد يفرق، هذا تاج البدرون الهامر طال عمرك. سيجاري الجود بالموجود، تتهنى حبيبي. لفلور ديني نكاغ، والله يا اخي الاسامي كثيره بس والله ما يحضرني. بالنسبه للتخزين، ما فهمت سؤالك بالنسبه للتخزين اخوي محمد. بس انا دائما اقول اذا ما عندك هيومدر تستخدم كيس البوفيدا، واذا عندك هيومدر سواء خشب حق 25 سيجار، اذا استخدم البوفيدا 60 جرام حق 25. مده البوفيدا في البوكس حق حفظه شهر كامل حق كل 25 سيجار كيس واحد. حسب كذا ما افضل سيجار من شركه ترينيداد؟ والله شوف ترينيداد كلهم حلوين، والبدرون هذا خط بروحه ومزاجه وايد حلو. فالفكره الاساسيه التخزين شلون ياثر على السحبه.
التخزين، انا اقول لك التخزين ياثر على السحبه، اذا صار السيجار رطب زياده عن اللزوم ياثر على السحبه، واذا صار السيجار ناشف هم ياثر على السحبه. لذلك نقول خلي الحراره 18 وخلي الرطوبه 69 وراح تستمتع بالسيجار. وللامانه هذه من تجربتي الخاصه، ما هي بث وحكي فاضي. ال 1964 سيجار وايد طيب طال عمرك، وال 1926 بعد سيجار البدرون اصداراتهم الخط العادي سنتين ايج، ال 1964 اربع سنوات، وال 1926 خمس سنوات معتق، والفامري ريزيرف 10 سنوات. والله من تجربتي ما يفرق، بس طبعا دائما الاصدار الاول يكون الاجود، اول ولد لك تحبه اكثر واكثر. الفكره الاساسيه اول ولد يجيك تحبه اكثر مهما الاولاد الثانيين، فالاصدار الاول حق الهامر دائما هو الافضل، بس الاصدارات اللي وراه هم حلوين وما فيهم عيب، بالعكس. وهذه تجربه مو حكي فاضي. عموما اليوم مزاجنا مع الكنديقة صراحة للأمانة درو وايد حلو، مزاجه للأمانة من البداية الفليفرات حلوة لحد الآن. الحين رجع البيبر فليفر يعطينا، بس الدرو والآفتر تيس جبار لحد الآن. الكونستركشن هم ممتاز، البرن ما في مشاكل. اليوم حواراتنا أتمنى تكون حلوة ومفيدة حق سواء باليوتيوب أو سواء بالإنستغرام. الفكرة الأساسية كلها توعية الناس والتثقيف ومشاركة حبنا للسيجار، وما علينا من الناس اللي تدش تطلع، لأن بالنهاية هذول يمرون والثابت ثابت والحكي الصحيح صحيح وما يصح إلا الصحيح. أما بالنسبة لكونديجا إصداراتهم ترى وايد حلوة، أتمنى اللي قاعد يشوفنا بالأردن هذا السيجار موجود عندكم، حاولوا تتواصلون معاه إن شاء الله يعجبكم. وأتمنى الكل يكون استمتع بهذه الليلة السعيدة، ليلة كانت وايد سعيدة علينا. يا جماعة وصيتي لكم، احنا قاعد نعيش هذا الضغط من فيروس كورونا، يا ريت يا جماعة لا تنسونا بالدعاء ان الله سبحانه وتعالى يفرج عنا هذا الفيروس ونطلع بعد العيد، وعيدنا يكون عيدين، يا ريت كلنا نعيد ونستانس يا جماعة، لان بالنهاية وصل لأهني الكل متنرفز والكل متضايق والكل مضغوط والكل يبي سيجار. فيا ريت يا جماعة نستمتع بسيجارنا بعد العيد، نرجو الدعاء بإذن الله أن الله سبحانه يفرج علينا. هذه الأيام ترى أيام مباركة، يا ريت أنا ولا الكل نقدر نصيب ليلة القدر، لأن ليلة القدر الدعاء فيها مستجاب. أتمنى الكل لا تنسونا بالدعاء، والله يحفظكم جميعا أخواني وهلي وناسي. استمتعت معاكم سواء باليوتيوب ولا بالإنستغرام، وما اختلاف وجهات النظر لا تفسد للود قضية، سواء بالنسبة اللي اختلفنا بين البيت الكوبي ولا لفيدا ولا مدري ولا بالسعودية ولا الذواقة، كلهم إن شاء الله يكونوا خير وبركة وما يزعلون من بعض. الفكرة الأساسية اشتغل صح والله سبحانه وتعالى يفتح لك الأبواب المسكرة، هذه عندي قناعة شخصية، اشتغل صح والله سبحانه وتعالى يفتح لك الأبواب المسكرة. أتمنى الجميع يستمتعون بسيجارهم مثل ما أنا استمتعت بسيجاري، وأتمنى أشوفكم سالمين وغانمين بعد بكرة بإذن الله. واللي عنده سؤال راح أرد عليه بالدايركت، لأن سوالفنا هني على قولة الإنجليز تشات، ما فيها لا مني ولا منك. أما اللي عنده سؤال خاص بالنسبة لمبيعات ولا جهاز ولا شغلة يدز لي إياها على الخاص، وأنا راح أدز له وعلى راسي من فوق. أشوفكم على خير وتصبحون على خير، والله يتقبل صيامكم وقيامكم ويتقبل طاعتكم اليوم وكل يوم. وخلينا نقول يا رب ارحمنا يا رب العالمين، واستر علينا وفرج عنا من كورونا يا الله، والله يتقبل طاعتكم ويتقبل دعاكم. وأتمنى الكل يدعي الليلة في صلاته في صلاة الفجر إن الله سبحانه وتعالى يفرج علينا فيروس كورونا ويفكنا منه، لأن زهقنا زهقنا. العالم قامت تتهاوش مع بعضها وتتهاوش مع نفسها وتتهاوش مع الكل. لذلك اللهم آمين اللهم آمين. أشوفكم على خير وتصبحون على خير وأحلام سعيدة، والله يتقبل
صيامكم وغيامكم أخوكم علي اللامي، نشوفكم على خير في بوست ثاني وفي سيجار ثاني وفي ميزات ثاني، نشوفكم على خير. أخواني بالإنستغرام أشوفكم على خير وتصبحون على خير. My brothers and sisters of the live in Instagram, I wish you all be safe from the coronavirus. I wish to see you again in a great cigar and a great post. Thank you very much for passing in my live broadcast. I wish all of you and your family will be safe, and God help us to pass this coronavirus, and we'll celebrate the Eid clear from the virus. Thank you very much. Salute everybody. Good night. شوفكم على خير اخواني. هذا نهاية بوستنا، خلصنا من الانستغرام، الحين اوجه كلام لكم. ان شاء الله تكونون بصحة وسلامة، والله يحفظكم جميعا وتكونون على خير وبصحة وبسلامة، واتمنى لكم